صباح الهنا وصباح الخير اللي معانا، واليوم المنتظر اللي بقى لنا يمكن 10 ايام بنتكلم بحضراتكم عليه باذن الله. النهارده يكون ماتش اكثر من رائع، سواء على المستوى الفني واكيد كمان على مستوى النتيجه تكون لصالح النادي الاهلي باذن الله. هنسميه الشوط الاول. صباح الخير والهنا، واكيد هنتكلم في تفاصيل كل ده على مدار ان شاء الله الحلقه. كريم بونجور. بونجور جدا، صباح الفل عليكي، وبرضه ارجع واقول لك من بقك لباب السماء. أيوة. وان شاء الله النهارده كلنا كاهلاويه ننام مبسوطين ومرضيين ومطمنين على اللي جاي. بصبح على كل حضراتكم دي قناة الأهلي في كل مكان، وأهلا بكم جميعا، وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. أكيد هنتكلم من خلالها عن أمور كتير تهم حضراتكم. بالمناسبة الجدير بالذكر إن النهاردة بالنسبة للفقرات الحوارية إحنا جمعنا الفقرتين الحواريتين وفتحناهم على بعض في فقرة حوارية مطولة هنتكلم فيها عن كل تفاصيل مباراة ذهاب النهائي إن شاء الله، وهينورنا فيها الأستاذ كريم فضل الناقد الرياضي وكمان الأستاذ طارق نور الناقد الرياضي. وبطبيعة الحال هنحلل بقى ونفصص كل حاجة متعلقة بماتش الذهاب، واكيد برضو الكلام لن يخلو عن مباراه الاياب، وان شاء الله تكون المباراتين في صالحنا باذن الرحمن. بص، هي مباراه مهمه كريم، يعني النهارده باذن الله بكل الاشكال على استاد اكيد القاهره، وبنتكلم في ذهاب يعني نهائي دوري ابطال افريقيا. الناس او زي ما تقول ساعه الاستاد خلاص كامله، كومبليت او كومبلي، مفيش حد عارف ان هو في تذاكر او في تيكتس او غيره وما راحش كريم حصل عليها. الناس بتسالنا احنا شخصيا لو يقدروا يروحوا، دي حاجه حلوه بالمناسبه، ودي خليك ان انت تبقى عايز يبقى في قدام ان شاء الله ساعه اكبر كمان للجماهير. جماهير وجودهم اكثر من مهم في اي مباراه خاصه بالنادي الاهلي، فنتمنى يكون في اعداد كمان كبيره على مستويات او الماتشات القادمه. لكن لحد دلوقتي ساعه الحمد لله يعني استاد القاهره نقدر نطمن ان احنا عندنا جماهيرنا كلهم متواجدين، عندنا ثقه باذن الله في الفريق، واللي في افريقيا كلها اعتقد عارف النادي الاهلي وعارف قيمته وعارف تاريخه طبعا في فكره التتويج باللقب الافريقي ووصوله طبعا للنهائي. ده برضو ممكن ان هو يخلينا او يفكرنا او خلينا نقول نفكر نفسنا شويه بمنافسات الاهلي من بدايه البطوله تحديدا، دور بقى المجموعات لما ناس كانت شككت في قدره الاهلي على الصعود، لكن الحمد لله قدرنا ان احنا يعني نكون متواجدين دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين في نهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي كمان خلينا نقول قدر ان هو يواصل مسيرته ويوصل للنهائي، وده خلينا برضو كلنا ثقه في فريقنا اللي استعد بشكل جيد جدا. التحضير للنهائي كان اكثر من رائع، كان بيتم فعلا تركيز شديد جدا، عرضنا اللحظات دي انا وكريم على قناه الاهلي لحظه بلحظه، كاميرا قناه الاهلي كانت متواجده دايما مع اللاعبين، استعدوا لمباراه الوداد من خلال تدريبات، وكان في مشاهده كمان لمباريات الفريق المغربي، كان في دراسه للوقوف على كافه نقاط القوه والضعف طبعا. ولما تيجي تتكلم كمان عن فريق الوداد، لا خلينا بقى نتكلم بشفافيه اكتر يا كريم، هو فريق قوي جدا وفريق محترم جدا، وهتكون داخل المباراه انت مقلق؟ لا، كفريق مش هتبقى داخل مقلق، كجماهير عندنا ثقة، بس شوية يبقى عندنا يا كريم يعني خلينا نقول شوية قلق بالمعنى ده، وده منطقي لسه كنت هقول بالظبط، وده منطقي جدا. فاحنا على كل حال كأهلاوية جماهير او كفريق احنا بنحترم دايما المنافس بتاعنا، احنا هدفنا بيكون حاجه واحده وهي تحقيق نتيجه ايجابيه. وماتش النهارده زي ما احنا كنا بنتكلم عليه ده شوط اول، نتمنى على مستوى الفني ومستوى النتيجه يكون لصالح اكيد النادي الاهلي. ولو اني عندي نقطه كده برضو عايز اكد عليها معاك يا كريم، تقول لي رايك. انا مش من الناس اللي خايفه من الشوط الثاني، يعني ايابا انا ما بخافش على النادي الاهلي، لان انا بحس ان النادي الاهلي بجد والله. وشوفوا حضراتكم ارجعوا شويه كده بالتاريخ البطولات اللي فاتت، ايابا بنبقى اقوى على ارض لما بتبقى على ارض المنافس وسط جماهير المنافس. يعني مش قصه لو ما طلعناش من هنا بالنتيجه الماتش خلاص مش لصالحنا خالص، احنا ان شاء الله هنطلع بالنتيجه اللي احنا واثقين ان ده هيحصل وسط اهلنا وعلى ارضنا والكلام ده كله. ولكن برضو انا مش قلقانه ان النادي الاهلي حقق هناك شيء محترم جدا. بصي، احنا بدايه كده متفقين ان القلق طبيعي جدا ومشروع جدا، لان طبيعي جماهير النادي الاهلي حريصه على الاستمراريه في عمليه التتويج. وبعدين اللقب الافريقي برضو من الالقاب اللي ليها خصوصيه شديده جدا، زي ما هي عند لعيبه النادي الاهلي عند جماهير النادي الاهلي ويمكن اكتر 100 مره كمان. برضو نرجع ونقول الى حد كبير الطمانينه بتتحقق لما بتكوني في ماتش الذهاب
عامله شغل حلو على ارضك في وسط جمهورك وعامله سكور مريحك الى حد ما. للامانه انا برضو من الناس اللي اكيد هتبقى قلقانه. انا قلقان طبعا ممكن. بس ربنا يصلح الحال. بصي الخطوه الاولى او الشوط الاول لو الدنيا اتظبطت فيه كما ينبغي ان شاء الله هنروح الشوط الثاني او مباراه الاياب واحنا مطمئنين الى حد بعيد. وبعدين الشيء بالشيء يذكر، يعني رجوعا للكلام اللي كانت نهاوند بتتكلم فيه مع حضراتكم من شويه، لو تفتكروا لما كنا لسه في مرحله نصف النهائي ناس كتير الحقيقه قاعده بتقول كلام كله ماشي بسكه ان يا ريت نقابل في النهائي الفريق الفلاني ومش الفريق العلاني، وكل واحد بيبقى عنده وجهه نظر محترمه جدا بطبيعه الحال، لكن وقتها هم نسيوا ان في النهايه النادي الاهلي عينيه كده كده على الوجود في النهائي بل والتتويج على منصة التتويج، بغض النظر بقى النهائي ده هيكون ضد مين من الفرق. لكن احنا برضو نرجع ونقول سعداء ان النهائي هيكون نهائي عربي خالص بين بطل مصر وبطل المغرب. طبعا زي ما كانت برضو نهاوند بتقول لحضراتكم الوداد طبعا من الفرق القوية جدا والمتميزة جدا في قارة افريقيا، وبعدين الفريق اللي يوصل لنهائي بطولة افريقيا معناها ان هو فريق تقيل، مش محتاجين نتكلم كتير في هذا الاطار. لازم كمان نذكر الجمهور اللي دايما الحقيقة بيكون داعم ومساند للنادي الاهلي من خلال الحضور القوي. دايما وجود جماهير النادي الاهلي بتشكل دافع قوي جدا للعيبة عشان يحققوا الفوز، من منطلق ان هدف اللعيبة ذات نفسهم ان هم يسعدوا الجماهير دول اللي موجودين واللي مولعين الدنيا في المدرجات بالمعنى الحرفي. طبعا النهاردة ان شاء الله الحضور الجماهيري هيكون حوالي 50,000 مشجع. عايزين الكل يلتزم بالتعليمات طبعا لتسهيل بقى يعني الامور ولمنع التكدس والازدحام والتدافع، وعشان نستمتع في الاخر كلنا بماتش حلو ونرجع منه على بيوتنا ان شاء الله واحنا مبسوطين وفرحانين بنتيجه المباراه. وبرضه بالمناسبه عايزين نقول الف سلامه للاعب الوداد عبد الله حيمود بعد اصابته بالزايده واجراءه لجراحه عاجله. طبعا كابتن محمود الخطيب وجه بزيارته والاطمئنان عليه، وبالفعل كابتن سمير علي زار هذا اللاعب واطمأن عليه وتمنى له طبعا الشفاء العاجل، وكذلك احنا كلنا الحقيقه بنتوجه ليه بالدعوات بالشفاء العاجل باذن الله. كلمت انت في نقطه كويسه جدا وهي فكره التامين والالتزام وكل الحاجات اللي زي كده، لان دي بتكون دفعه بعد كده ان الاعداد تزيد. يعني كل ما كان في مباريات وبطولات ناجحه كريم ده بينعكس بعد كده ان انت بيبقى فيه ثقه اكتر وتعطى للجماهير وبالتالي الاعداد بتكون في ازدياد. فدي نقطه اكيد مهمه جدا، عشان كده هيكون كمان معانا مداخله على مدار ان شاء الله الحلقه نعرف يعني سياده العميد، هيكون معانا تقريبا سياده العميد قاضي، فهو هيدينا نبذه عن التامين هناك اخباره ايه، الناس تدخل منين، النظام يبقى ازاي، الناس تتواجد من امتى. في ناس على فكره الماتش مثلا الساعه 10 ناس بتروح من الساعه 6 تبقى واقفه، من الساعه 5 طب ايه التوقيت السليم، ايه بالظبط اللي نعمله، لان في اطفال كمان رايحين. عايز اقول لك انا بنت اختي وصحابها 14 سنه رايحين مثلا ورايحين لوحدهم. الموضوع امان جدا على فكره، ما حدش يعني قلقان عليهم ولا حاجه، بس احنا عايزين برضو يبقى الاهالي عارفين الخطوات ازاي، التامين ازاي، المداخل منين، كل الكلام ده هنعرفه من سياده العميد طبعا خلال المداخله. بس قبل ما نروح للتفاصيل دي كلها، كنا قاعدين انا وكريم، كنا قاعدين مع فريق الاعداد، كنا بنتكلم حلو جدا لما بيبقى عندنا اي بطوله حاليا بنشهدها ان احنا نرجع شويه بتاريخ هذه البطوله. فلما نيجي نتكلم شويه عن تاريخ النادي الاهلي في نهائيات تحديدا دوري ابطال افريقيا، هتلاقي ان انت عندك كلام كتير جدا وعندك تواريخ عظيمه جدا وعندك بطولات وعندك كواليس كمان. لو رحنا تحديدا لاول مره امتى، كانت في نسخه 82 يا كريم، ولعب الاهلي وقتها امام كوتوكو الغاني والقوي جدا. كان قوي جدا في هذا الوقت مع جيل، طبعا احنا بقى جيلنا كان عندنا كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن اكرامي، مختار مختار، شوف كل اسم من دول يا كريم. الله يعني على ده جيل. يعني الله على ده جيل، حاجه عظيمه. الاهلي وقتها فاز في الذهاب 3-0 امام اكتر من 90,000 مشجع اهلاوي، حاجه كانت جميله جدا جدا، والصحف اتكلمت ولسه لحد دلوقتي المشاهد الخاصه بالجماهير موجوده في المانشيتات اللي بتعود لهذا او هذه السنه تحديدا. عندك بقى 83 كمان كان التاهل الثاني للاهلي برضو امام كوتوكو بالتخصص، لكن خسر اللقب بعد تعادل سلبي في القاهره، وخسر كمان في كوماسي بهدفين دون رد. بعدها في نسخه 87 كان التاهل الثالث للنهائي، والمره دي كانت امام الهلال السوداني.
وفاز فيها الأهلي في القاهرة يعني بهدفين دون رد. في كمان نسخة 2001 كان التأهل الرابع للأهلي بعد غياب طويل لعدم المشاركة في بطولة إفريقيا، ولعب الأهلي وقتها أمام سان داونز مع جيل بقى عندك خالد بيبو وبرده وليد صلاح الدين وسيد عبد الحفيظ، وتعادل الأهلي وقتها في الذهاب 1-1 وفاز في العودة في القاهرة كانت بثلاثية خالد بيبو. يعني عشان بس ما ننساش وعشان دايما نبقى فاكرين التاريخ، وتم تتويج كمان او تم تتويجنا للمره الثالثه في تاريخ النادي الاهلي. فيها كلام جميل جدا ومحترم وتاريخ حلو ان انت تسمعه. عارف كده يا كريم لما بتبقى بني ادم ناجح فتاريخك لما تيجي او النوستالجيا لما تيجي تتذكرها بتفرحك في الاول وفي الاخر. امال احنا ليه بنستعرض النهارده مع حضراتكم هذا التاريخ؟ لانه حقيقي تاريخ مضيء ومشرف جدا. برضو بالمناسبه في نسخة 2005 كان التأهل الخامس للنادي الأهلي، لعب وقتها قدام النجم الساحلي التونسي طبعا مع جيل النجوم بركات بقى وابو تريكا ووائل جمعة وفلافيو وجلبرتو وغيرهم وعماد متعب. اتعادل الأهلي في سوسة بدون أهداف وفاز بثلاثية في القاهرة وتوج باللقب الغالي طبعا للمرة الرابعة في تاريخ النادي الأهلي. ثم في نسخة 2006 كان التأهل السادس لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومع نفس الجيل اللي كان فاز قبلها بنسخة 2005، لعب الأهلي وقتها قدام بطل الدوري التونسي النادي الصفاقسي، اتعادل في القاهرة بهدف لكل فريق وفاز في لقاء العودة الشهير جدا في رادس بهدف أبو تريكا في الدقيقة 92 عشان يتوج باللقب الخامس في تاريخه. في نسخة 2007 كان التأهل السابع في تاريخ النادي الأهلي، لعب وقتها مع بطل تونس النجم الساحلي، اتعادل في سوسة بدون أهداف وكان عنده ضربتين جزاء تغاضى عنهم حكم المباراة وكانوا حديث كل المصريين في ذلك الوقت طبعا، وخسر في ماتش العودة بثلاثية شهيرة مقابل هدف. في نسخة 2008 اتأهل النادي الأهلي للمرة الثامنة للنهائي، نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمرة دي اتقابل مع بطل الكاميرون نادي القطن الكاميروني، فاز في لقاء الذهاب في القاهرة بهدفين دون رد سجلهم فلافيو ووائل جمعة، واتعادلوا في جروة بهدفين لكل فريق سجل أحمد حسام وشادي محمد عشان يحصد اللقب السادس في تاريخه في حضور طبعا المدرب التاريخي للنادي الأهلي مانويل جوزيه. لسه التاريخ مكمل يا كريم. في 2012 كمان كان التأهل التاسع في تاريخ الأهلي وتقابل من جديد مع بطل برضو تونس، والمرة دي كان أمام الترجي واتعادل في الذهاب على ملعب برج العرب، بعد كده فاز في العودة في راس عثمان عشان يرفع الكابتن فريق طبعا وقتها حسام غالي اللقب رقم 7 في تاريخ النادي الأهلي. وقتها بقى مين كان المدرب؟ حسام البدري. يعني برضو لا بص أسماء كبيرة جدا طبعاً. جدا كلعيبة كمدربين كمديرين فنيين، لا حاجه بجد جميله. وفي النسخه اللي بعدها 2013 وصل الاهلي كمان للنهائي للمره العاشره في تاريخه، كانت امام اورلاندو بطل جنوب افريقيا وقتها في 2017 كمان بعد غياب 4 سنوات، تاهل الاهلي مع المدرب حسام البدري لنهائي دوري ابطال افريقيا للمره ال11. يعني برده في التاريخ بصوا الكلام كتير والتواريخ كتيره، وكان من الافضل ان احنا نعمل تقرير يا كريم كامل ونحط فيه كل البطولات والصور وكل حاجه، لان مهما لو كريم طلعنا اتكلمنا دلوقتي ممكن تبان شويه ان احنا بنحكي نشره اخبار، طبعا في تقرير كان هتبقى الطف بكتير. لكن الغرض من ان احنا بنرجع مع حضراتكم بالنوستالجيا في الاول وفي الاخر هي ان احنا بننبسط واحنا بنقول التواريخ، وان احنا بنتكلم عن تاريخ النادي الاهلي في هذه البطوله تحديدا وايه اللي حصل ومين اللي جاب الاجوال وازاي كانت الكواليس بتاعت المباراه. لكن في الاول وفي الاخر برضو هنرجع نقول او تاني هعيد نفس الكلام، ان شاء الله النهارده يبقى استكمال يا كريم لفكره برضو البطولات او فكره هنا خليني اقولها زي تبعي كريم جداً. فكره جدا انا حاساك جدا في فكره كتابه البطولات من جديد، فهي دي النقطه اللي اعتقد مهمه جدا. يعني في تاريخ مشرف لكن في كمان حاضر مشرف بنبني عليه مستقبل مشرف، هو ده اللي انا عايز اقول عليه. طبعا وبالنسبه للتاريخ المشرف احنا بنتكلم على مدار 40 سنه يعني من عمر مشاركتنا في هذه البطوله بطوله افريقيا. الحقيقه النادي الاهلي وصل فيها للنهائي 15 مره، احنا بنقول لكم كده باختصار وصلنا للنهائي 15 مره وفزنا بالكاس وباللقب 10 مرات، وان شاء الله المره دي كمان يكون البطل المصري اهلاوي للمره ال11 في تاريخ النادي الاهلي. تاريخ فعلا يستحق التوقف امامه وتامله، وفي كتير جدا من الدروس والعظات والعبر للناس اللي بتركز في التفاصيل. على كل الاحوال احنا قلنا بس ايه نعرف حضراتكم ولو عن جانب بسيط قوي من مشاركات النادي الاهلي افريقيا.
بص بقى، احنا هنتكلم عن شويه عن الاجتماعات اللي دارت، لان ده مهم جدا حضراتكم برضو تبقوا عارفين ان بالامس كان في اجتماع فني طبعا للمباراه، وتمت فيها مناقشه ده بقى من الكواليس يعني كافه الجوانب، هي بنتكلم الاداريه المتعلقه طبعا بالمباراه وموعد وصول الفريقين لارض الملعب، وكمان الزي الخاص بالفريق ما يلبسوا يعني نفس الزي الاصلي بتاعنا، وكمان الامور الخاصه بالجو التنظيمي ويعني هذا اللقاء واللوجيستي والكلام ده كله. فاعتقد ان شاء الله هتكون برضو مباراه قويه، كل حاجه على اتم استعداد. انا بجيب لحضراتكم من كواليس داخل النادي، مفيش اي قلق، مفيش اي مشاكل، كل حاجه تمام. اطمنوا على اللعيبه بتوعنا، اطمنوا اداريا، اطمنوا فنيا، احنا دارسين المنافس بشكل كبير، عايزين ندخل هذه المباراه كل همنا كجماهير ان احنا بس ندعم من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 لو ما كانش في 90 بلس يعني طبعا الفريق بتاعنا. فكل التوفيق. تعالوا بقى نروح لنقطه في منتهى الاهميه، ناس كتير كانت قلقانه بالنسبه لموضوع محمد الشناوي وامكانيه مشاركته في لقاء الذهاب من عدمه. تعالوا نروح تحديدا لتصريحات مستر كولر للرد على الاسئله المتعلقه بغياب محمد الشناوي. هو قال انه اكيد الشناوي لاعب كبير ولاعب مهم، لكن الاصابه هي جزء لا يتجزأ من كره القدم، والاصابه دي هي اللي منعته من انه يشارك في التدريبات لاكثر من 17 يوم. وبعد ما شارك في التدريب الجماعي وادى فقرات التدريب مع الحراس، مستر كولر فضل ان هو يعين عدم المجازفه بوجوده في لقاء الذهاب مبدئيا، وقال كمان لدينا قائمه كبيره ومميزه من اللاعبين، واثق في اي حارس او اي لاعب يشارك مع الفريق امام الوداد. وطبعا احنا بنتمنى لكل اللي هيشاركوا ان شاء الله كل التوفيق في ماتش النهارده باذن الله. كان في كمان محمد هاني، ومحمد هاني من اللعيبه يعني مش هقول اللعيبه كتير، لكن اللعيبه كمان اللي مؤخرا بقت قادره تثبت نفسها بشكل كبير جدا. طبعا هو اتكلم في المؤتمر الصحفي كمان عن المباراه والاستعدادات ليها، وقال بنسعى دائما لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال المباريات، وهدفنا تحقيق اكيد نتيجه ايجابيه في المباراه. على كل حال ده كان جزء صغير، بس خلينا نروح نتابع تصريحات كامله لمحمد هاني ونرجع نكمل. اعتقد يعني افريقيا كلها عارفه النادي الاهلي وعارفه قيمه النادي الاهلي، ويعني عادي ان فرقه تكسب ماتش وتخسر عادي ماتش اللي بعديه، مفيش اي مشكله. زي ما افريقيا كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه النادي الاهلي ده رقم واحد في افريقيا، ويعني احنا واصلين نهائيات اخر 5 سنين اخر انا مش شايف ان في حاجه اسمها في فرقه كعبها عالي على فرقه. انت بتشتغل وبتحضر والظروف غير الظروف، وانت بتعمل اللي عليك والباقي كله بتاع ربنا يعني. لكن ما فيش حاجه اسمها فرقه كعبها عالي على النادي الاهلي. احنا كسبنا الوداد برضو قبل كده وفي ملعبهم، ف ما فيش حاجه بالنسبه لنا اسمها ان فرقه كعبها عالي على فرقه. انت زي ما قلت لك انت بتشتغل وبتعمل اللي عليك، الباقي كله بتاع ربنا، واحنا ان شاء الله التوفيق يبقى معانا ان شاء الله الماتش ده باذن الله. زي ما قلت لك احنا بنشتغل وبنحضر وبناخد المعلومات من الجهاز الفني وبنتمرن عليها وبنذاكر الخصم كويس وبنشتغل عليه، وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننزل ننفذ ده في الملعب، وان شاء الله زي ما قلت لك ان التوفيق يبقى معانا يعني باذن الله ان شاء الله. هي اللعيبه كلها متكافئه مع بعض، كله عارف اهميه الماتش واهميه المرحله اللي احنا فيها. اعتقد السنه دي احنا ماشيين بشكل كويس وكله مركز في شغله، وهو ده المهم يعني، هو ده اللي بيلم الفرقه وهو ده اللي بيخلينا مجموعه واحده. احنا شغالين وزي ما قلت لك احنا محضرين للماتش كويس قوي، و بس يعني احنا محضرين لماتشنا ومركزين فيه، والنتيجه طبعا بتاعت ربنا في الاول وفي الاخر. انت بتعمل عليك وبتشتغل والباقي بتاع ربنا، كل تركيزك ان انت تعدي نص النهائي وتوصل للنهائي، وبعد كده بتحضر للفرقه اللي انت هتلاعبها. ما كانتش هتفرق معانا سان داونز او الوداد، انت كنت هتحضر للفرقه دي وهتحضر للفرقه دي، واحنا يعني الوداد هي اللي صعدت في النهائي فانت حضرت لها واشتغلنا على ده بس. طيب خلونا بقى نروح للتفاصيل المتعلقه بالموضوع اللي كنت بتتكلم فيه من شويه يا نهاوند، مساله تامين المباراه. عايزين نعرف حضراتكم ان امبارح رجال الامن اجروا بروفا باستاد القاهره على تامين مباراه الاهلي والوداد. طبعا الامن كان حاطط بالفعل خطه محكمه لتامين دخول الجماهير وطاقم التحكيم، وبرده مساله تامين ممرات دخول وخروج اللاعبين. بالتالي كل التفاصيل دي هي اللي بتخلق اجواء امنه لكل الناس للخروج بالمباراه لبر الامان ان شاء الله، خصوصا مع وضع قائمه بمحظورات
كل الجماهير مش مسموح ليهم ان هم يدخلوا بيها، ابرزها بطبيعه الحال الشماريخ واللافتات المسيئه وتفاصيل كتير ممكن نعرفها بقى من سياده العميد. صح، احنا معانا كريم زي ما انت بتقول كده بالظبط، سياده العميد محمود القاضي مسؤول الاطقم الامنيه للمجموعه الافريقيه لتامين طبعا ماتش النهائي نهائي افريقيا. سياده العميد في البدايه طبعا صباح الهنا بونجور على حضرتك، وقبل ما اخش في التفاصيل خليني اقول لحضرتك على حاجه كده سريعا لسه كنت بقولها لكريم لحضرتك سمعتنا، بقول له ان انا بنت اختي واصحابها عندهم 14 سنه واحنا سايبينهم يروحوا، الاهالي خلاص بقوا مطمنين ان اولادهم حتى لو سنهم صغير هيروحوا وهيقعدوا، الدنيا هتبقى امان وكل حاجه هتمشي كويس جدا وهيرجعوا بيوتهم سالمين وهيستمتعوا بالماتش، فدي في حد ذاتها اعتقد او ده في حد ذاته نجاح تاميني كبير جدا. خلينا نسمع من حضرتك يا فندم، اتفضل. طبعا صباح الخير يا استاذ مهوند، وصباح الخير على الاستاذ كريم، وصباح الخير على جمهور الاهلي وشعب الاهلي في مصر وفي الوطن العربي. طبعا يعني النهارده مباراه مهمه، نهائي دوري ابطال افريقيا. هبدا من كلام استاذ مهوند، طبعا يعني احنا في السنوات اللي فاتت يعني مكتسبات ما بعد بطوله افريقيا 2019، موضوع دخول الجماهير وتأمين المباريات. أنا برضو ابني يعني 20 سنة 17 سنة هو وزمايله كل الماتشات اللي فاتت للنادي الأهلي متواجدين في مدرج الدرجة الثالثة شمال مع الجماهير، معاهم الفام اي دي والتذكرة. زي برضو ما حضرتك مش قلقان على أولاد حضرتك، أنا برضو ابني وأولادنا وكل الناس بقوم بيروحوا. صحيح. ودي حاجة يعني تدعو للفخر وتدعو للاطمئنان إن احنا بنشوف أسر وداخلة الاستاد، واحد وزوجته وأولاده وداخلين الدرجة الثالثة. يعني احنا رصدنا الماتش اللي فات مباراة الأهلي والترجي، كان في عدد كبير جدا من الاسر مش موجودين في المقصوره ولا في الدرجه الاولى، لا دول كانوا موجودين في الدرجه الثالثه. صحيح. فده حاجه يعني تبين احنا مستوى اللي احنا وصلنا له من الامان ومن الوعي لدى الجماهير ولدى الجهات المسؤوله عن التنظيم والتامين. الحمد لله المباريات بتبدا يعني حشود جماهيريه مش قليله تقرب يعني ال 50,000 ويزيد، ويعني لم يتم رصد اي حاله فيها تدافع، فيها اغماء، فيها تحرش، فيها اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تسيء للتنظيم او للتامين. فنتمنى من الله التوفيق، ونتمنى من الله ان النادي الاهلي يفرح الشعب المصري كعاده النادي الاهلي وكعادتنا معاكم. يعني برنامج 10 الصبح بيبقى وشه حلو على الجميع الحمد لله، كل مره بنعمل مداخله بننتهي بيوم جميل يعني يا رب. فان شاء الله النهارده يكون يوم جميل يعني بامر الله. هايل جدا. طب سياده العميد بقى نتكلم في شويه تفاصيل، يعني اولا الاستعدادات الامنيه لو حضرتك تقولها لنا، البوابات المخصصه، التواجد مثلا يبقى من الساعه كام تحديدا تنصح حضرتك، يعني الامور اللي هي بقى التفاصيل شويه، اتفضل يا فندم. طبعا المجموعه الافريقيه المنوط بها تامين المباراه، يعني اتمينا كل الاستعدادات ووضعنا كل اللمسات، ويعني مدين للمباراه الاهتمام اللي يليق بها كنهائي دوري ابطال افريقيا. احنا سبق وامننا نهائي 2020، وده النهائي يعتبر الثاني للشركه، لان الاثنين نهائي اللي بعدهم كانوا في المغرب وكانت من مباراه واحده، فيعني ما كانش لنا الحظ والنصيب اللي احنا نامنهم. في بروفات اتعملت، تم مراجعه كل الخطط، تم وضع كل اللمسات. طبعا بالنسبه لخريطه دخول الجماهير لارض الملعب للمدرجات، احنا عندنا حضور جماهيري يقرب ل 50,000 مشجع. بالنسبه للجماهير المقصوره الرئيسيه اللي معاهم تذاكر او دعوات او ضمن كشوفات الحاضرين للمباراه، هيبقى دخولهم من خلال بوابه الرشدان، دي البوابه الرئيسيه طبعا لاستاد القاهره المطل على مسجد الرشدان. ان شاء الله من خلال هذه البوابه هيتم توجههم مباشره الى المقصوره الاماميه. ونفس الكلام لجماهير الدرجة الأولى يسار، برضو هيدخلوا من بوابة الرشدان. تمام. بالإضافة إلى جماهير المغرب الشقيق، جماهير نادي الوداد، هيدخلوا برضو من خلال بوابة الرشدان، معمول لهم مسار محدد ليهم يدخلوا من خلاله حتى يتواجدوا في مدرج الدرجة الأولى العلوية أعلى المقصورة. السادة الضيوف أو الحاضرين اللي معاهم سيارات أو مخصص حضورهم بسيارات، هيبقى برضو دخولهم من خلال باب الرشدان. كويس. ننتقل بعد كده الى جماهير الدرجه الثالثه يمين.
جماهير الدرجه الثالثه يمين، دول هيدخلوا من بوابه طريق النصر، البوابه المطله على شارع النصر ما بين نادي الزهور والنصب التذكاري، ومن خلال هذه البوابه هينتقلوا مباشره الى المدرج. بعد كده عندنا جماهير الدرجه الثالثه شمال، مدرج النادي الاهلي طبعا جماهير الاهلي كلها عارفاها الثالثه شمال، والثانيه الموحده. نظرا لوجود اصلاحات يعني في البوابه الخاصه بالدرجه الثانيه المطله على شارع يوسف عباس، هيبقى دخول جماهير الدرجه الثانيه الموحده والثالثه شمال من بوابه صلاح سالم. كويس. من بوابه صلاح سالم. ومن خلال بوابه صلاح سالم هينتقل جماهير الدرجه الثالثه شمال مباشره، يعني البوابه المواجهه لصلاح سالم مباشره الى المدرج. جماهير الدرجه الثانيه الموحده هيبقى فيه التفاف كده حوالين جسم الاستاد من مسار هيمشوا من خلاله حتى الوصول الى مدرج الدرجه الثانيه. الاعلاميين والصحفيين هيدخلوا من بوابه الموهوبين، ودي بوابه مطله على نادي الزهور، ومن خلالها الى مدرج الاعلاميين والصحفيين اعلى في الدرجه الثانيه الموحده. طيب البوابات دي بقى هتتفتح للجماهير ابتداء من الساعه كام يا فندم ولغايه الساعه كام؟ يعني يقدروا يتواجدوا ابتداء من امتى واخر ميعاد الدخول امتى؟ وبرضه عايزين ناخد من حضرتك فكره كده كافيه عن قائمه المحظورات، احنا ذكرنا يعني ما تيسر منها زي اللافتات المسيئه وزي الشماريخ، في ايه تاني برضه ممنوع على الناس يكونوا واخدينه معاهم جوه الاستاد؟ جميل. النهارده ان شاء الله المباراه في تمام الساعه 9 بدايه المباراه هيتم فتح الابواب والسماح لدخول الجماهير اعتبارا من الساعه الثانيه بعد الظهر، وده وقت طويل جدا يعني من الساعه 2 لحد الساعه 9 لاستقبال الجماهير. وده السؤال اللي كانت الاستاذه نهاوند سالته اثناء الانترو، بتتكلم على ايه هو الوقت المثالي للتواجد والدخول للجماهير. يعني الحقيقه هو مفيش وقت مثالي لدخول الجماهير، ولكن كل واحد بالنسبه له وقت مثالي هيبقى كل ما المده طالت كل ما خلقنا اوقات مثاليه لدى الجميع. يعني انا عندي شغل فانا هطلع من الشغل هتغدى واجي، فالوقت المثالي بتاعي الساعه كذا. انا ما عنديش شغل فهروح بدري واتغدى في الاستاد فاصبح الوقت المثالي بتاعي الساعه كذا. كل ما اختلفت الاوقات المثاليه حتى لمنع التكدس والتدافع كل ما كان في سلاسه ويسر في الدخول. صحيح. ولكن طبعا كل ما كان ففي ناس بتحب يا استاذه نهاوند التواجد في الاستاد بدري قبل المباراه مع درجه الحراره دي يا سياده العميد ما تهيأليش برضه هتلاقي يعني طبعا النهارده الجو يعني جميل معقول شويه النهارده يوم الجمعه وكده جو فيه يعني في الجو لطيف وان شاء الله يعني الامور تبقى جميله. ففي ناس فعلا يعني مشجعين كوره بيحبوا يتواجدوا في المدرج من بدري وبيحبوا ياخدوا اجواء المباراه من بدري، فكل ما طالت المده كل ما خلقنا اجواء مثاليه يا فندم. لو حضراتكم فتحتوا الابواب مواعيد مبكره عن كده تاكد ان في اهلاويه كتير عندهم استعداد يبيتوا قبلها بليله. اه والله عادي يعني. لو الابواب اتفتحت من اليوم اللي قبله هتلاقي طبعًا في اهلاويه ميتين في المدرج. هي دي بقى جماهير النادي ان شاء الله. يعني التوقيت مناسب للجميع يعني فتره زمنيه طويله. بالنسبه لقائمه الممنوعات والمحظورات هو يعني هي طبعا انا باكد كل مره ان مفيش قائمه بعينها ممنوعه او حاجه بعينها ممنوعه، وان كل حاجه ممكن تسبب اذى او تسبب يعني اذى للجماهير او اذى للناس المتواجده في الملعب فهي ممنوعه، ولكن الحاجات الشائعه منها اللي هي يعني الشعلات الحراريه الشماريخ، ودي الحمد لله يعني احنا وصلنا لمرحله ان احنا انا تقريبا مش فاكر اخر مره في شمروخ دخل الاستاد القاهره كان امتى. يعني الحمد لله في وعي كمان اكتر عند الناس، كان في وعي كبير صحيح. جدا وفي التزام لدى الجماهير ان مفيش حاجه من دي بتحصل. اي حاجه ممكن تحدث لها اذا كان ولعات المزيل العرق او اي حاجه فيها سبريم قابله للاشتعال ممكن تحدث لها، دي ممنوعه قابله للاشتعال. لو اي حاجه موجوده في معلبات صلبه ممكن القائها يحدث ضرر ممنوعه، سواء كانت كنز او زجاجات عصير صغيره او حاجه ماكوله ماكولات محفوظه جوه معلبات مغلقه زي علب التونه كده. اي علب زي ما حضرتك بتفضل تشرح، يعني اي حاجه مش حاجه معينه، ولكن العناصر الشركه الافريقيه المتواجدين لو شكوا ان الحاجه دي ممكن تحدث اذى هيمنعوها. بالنسبه حضرتك للاسلاك وشواحن الموبايل وادوات حفظ الطاقه زي الباور بانك، دي برضو كلها حاجات من الحاجات الممنوعه دخولها الاستاد. الله معقوله؟ طب ليه الباور بانك ليه؟
الباور بانك هو يعني محدث طاقه، فممكن يعاد استخدامه في حاجه ممكن تحدث اذى يعني في داخل الاستاد. يعني ممكن الباور بانك ده يبقى بادئ طاقه، وده بيستخدم في حاجات كتيره ممكن يعني تحدث اذى للجماهير والتجمعات الجماهيريه. بالنسبه للافتات المسيئه او الشعارات، او لو تيشيرت عليه حاجه لافته او عليه حاجه دعائيه او ما شابه ذلك، دي برضو من ضمن الحاجات اللي ايه بتمنع دخولها لمباريات الكوره. ده كده تقريبا باختصار يعني الحاجات اللي ممكن الجماهير بتسال عليها وبتبقى عايزه تعرفها. انا باكد ان في طبعا عناصر امن نسائي متواجدين على البوابات لمساعده يعني اخواتنا السيدات والانسات. انا باكد بس عليهم، احنا الشركه الافريقيه مش بتستقبل امانات على البوابات. يعني ما ينفعش حضرتك تيجي تقولي لي سيب الباور بانك ده معاك وهاخده وانا راجعه، لا مش بنستقبل كده. هتضطري ان انت ترجعي توديه في العربيه أو تتخلصي منه بقى، ودي تبقى خسارة. هتتخلصي منه مش على البوابة، هتضطري برضه تتخلصي منه بعيد عن باب الاستاد عشان ما يبقاش برضه الأمن اللي موجود أخده منك. فدي صحيح. بتأخر بعد ما هو دخل طابور طويل ووصل لحد الآخر يضطر يرجع تاني. نقاط مهمة دي قوي يا سيادة العميد. طيب اتفضل. احنا بنواجه ناس، بنقابل حالات يعني هو معاها تذكره درجه ثالثه يمين والمفروض يدخل من باب النصر، تلاقيه جاي من على باب صلاح سالم وبيضطر ان هو بيعمل تكدس وبيضطر ان هو يوجهه تاني على اساس يلف الناحيه الثانيه. فاحنا الالتزام بخطه التذاكر، يعني ما ينفعش واحد معاه تذكره درجه ثالثه ويجي يدخل من على باب الرشدان. صحيح. مش هيسمح ليك بالدخول. عشان كده مكالمتنا مع حضرتك دي مهمه جدا ومفيده جدا لكل الناس الحقيقه. فيعني اتمناها ان شاء الله يعني تكون قمه رائعه في التنظيم وفي التامين، وربنا يوفق لعيبه النادي الاهلي في ارض الملعب. وزي ما كانت الاستاذه نهاوند بتقول المباراه تخلص من الشوط الثاني، وده ماتش نهائي ان شاء الله نتمناها تخلص النهارده من الشوط الاول باذن الله، يعني ويكون يعني حاجه تليق بسمعه الكره المصريه وبعرافه النادي الاهلي ان شاء الله. يعينكم ويقدركم يا فندم ان شاء الله، وتنجحوا في المهمه اللي انتم مسؤولين عنها. وبنشكر حضرتك شكر جزيل على وجودك معنا في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. شكرا لك سياده العميد جدا، مداخله مهمه زي ما انت اتكلمت. على حاله الاستاد والتامين ومش هتطمنين على الجو. ارجع اقول تاني المكالمه دي مع سياده العميد كانت منتهيه للاهميه والافاده. وهو اتكلم في نقاط خاصه بيه، فعلا انا لازم ادخل من البوابه الخاصه بيا عشان التكدسات طبعًا. اللي تكون موجوده، ما تحاولش ان انت تدخل معكش تيكت. ناس كتيره بتروح معاها تيكت معهاش فان اي دي، يعني الموضوع ما فيهوش هزار، اللي ما معهوش فان اي دي مش هيدخل. خليني اقول لحضراتكم، وده حاجه كلنا عارفينها وشفناها بعينينا لما بنبقى رايحين الاستاد، بيبقى في كم كده من الشباب واقف معهوش الفان اي دي، فاكر ان هو التيكت هتدخله، ما فيش حاجه اسمها كده خالص. فكل واحد يلتزم بالمكان وبالفان اي دي وبالتيكت تكون معاه وبالمكان المخصص ليه. والنقطه كمان اللي ذكرها سياده العميد لما قال لك لو حاجه معاك مخالفه انت هترجع تاني بره، هتطلع بره ترجعها او ترميها، دي حاجه ترجع لك فانت هتاخر نفسك. فكل دي معلومات مهمه ان حضراتكم اكيد تبقوا عارفينها. انا نفسي المعلومه دي على فكره ما كنتش اعرفها، يعني انا كنت متخيله ان احنا ممكن نسيب حاجه في الامانات او غيره، لان عاده احنا بنروح بالعربيه لو معانا حاجه بنسيبها في العربيه يعني، بس ان احنا لو دخلنا على رجلينا معناش عربيه ومعناش حته نحط فيها الحاجه دي، فهنضطر ان احنا نطلع تاني بره، وده فيه تاخير بشكل كبير. طيب اطمنا على التامين، خلينا بقى زي ما كريم كان بيقول نطمن على الطقس ونرجع نكمل. طب احكي لهم الكواليس. عموما مفيش حد غريب كده كده. لا كريم كان فاكرني رايحه النهارده الاستاد يعني، فبيقول لي مش هتاخديني مره بره بقى للذكرى بره للتاريخ يا عالم. بس ان شاء الله المره الجايه لما يبقى في ماتش باذن الله فاينل في حاجه يا رب انا وانت نروح مع بعض باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا بقى ناخد برضو دكتور محمود شاهين. هو طبعا يعني هو بيقول واحنا عارفينه خلاص مفيش حاجه حد يخاف منها يعني انه او يتكسف، اهلاوي صميم مدير عام مركز التنبؤات وتحليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. وبرده قبل ما اسالك اي حاجه يا دكتور، هتروح النهارده الماتش ولا لا؟ لاني عارفه ان حضرتك كنت حابب انك تبقى متواجد كمان. طبعا صباح الخير يا فندم، صباح الفل عليكم. صباح الفل يا فندم. يعني انا من المتابعين طبعا كده في ناس على فكره كده جدا، يعني في ناس من كتر ما هي عايزه تركز ما بتروحش الاستاد، بتقعد لوحدها هي والشاشه. فعلا ناس كتير كده.
ان شاء الله ربنا يكرمنا النهارده ويكون النهارده باذن الله النهارده ان شاء الله يبقى بتستنى الفاينل زي ما عملنا مع فرق يا مسهل يا رب. طمنا بقى على الطقس يعني يا دكتور محمود، لان برضو الجو اليومين اللي فاتوا زي ما كان حضراتكم بتنبهونا اخر الاسبوع ان هو هيبقى ويكند شديد الحراره طبعا، وقد كان. هل احنا مكملين الايام دي وهذا الاسبوع بهذا الشكل، ولا هيكون في يعني لطف شويه او يعني انخفاض طفيف حتى في درجات الحراره؟ هو يعني مع بدايه الاسبوع انخفضت شويه درجات الحراره عن الويك اند اللي احنا شفناه، ارتفعت فيه درجات الحراره 40 درجه، بدأنا نكتشف التحسن من امبارح. ان شاء الله هذا التحسن شويه مستمر معانا لغايه يوم الثلاثاء باذن الله. درجات حراره ما بين 33 و34 درجه مئويه على القاهره. اجواء طبعا متنسه خلال فترات النهار، الطقس فعلا حار خلال ساعات النهار وبيكون معتدل كده في فترات الليل. ان شاء الله برضه فرص تبعيد عن القاهره، فرص الاستقرار على مناطق الجنوبيه سواء كانت في شمال وجنوب الصعيد، مناطق من السواحل الشرقيه، سلاسل جبال البحر الاحمر، سينا، امطار خفيفه كلها ان شاء الله غير مؤثره، يعني تعتبر اجواء ربيعيه في ثلاث اربع ايام ان شاء الله. ان شاء الله. رائع جدا. يوم الخميس اللي فات يا فندم كان فيه طبعا العاصفه الترابيه اللي ردمت القاهرة وبعض المحافظات، فاحنا هل احنا عرضة للنوع ده من العواصف الرملية او الترابية الفترة اللي جاية؟ هو حضرتك فترة الربيع، احنا طبعا لسه الربيع ما خلصش، الربيع بيخلص 21/6، ففترة الربيع عادة بتشهد حاجة اسمها منخفضات خمسينية. ايوه. المنخفضات الخمسينية احيانا بتكون عنيفة واحيانا بتمر مرور الكرام. عنف هذه المنخفضات بيتمثل في ارتفاعات شديدة في درجات الحرارة، زي ما شفنا وصلت ل 40 درجة مئوية. نشاط رياح قوي في الصحراء الغربيه، هذا النشاط يؤدي الى اثاره لاهتمام الاتربه بشكل كبير. فيعني مش دايما هذه المنخفضات بتكون قويه، يعني برضه على سبيل المثال مع نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله من الاربعاء والخميس والجمعه هناك منخفض اخر 50 في الصحراء الغربيه، لكن طبعا قوته حتى الان لم تظهر بالشكل الكافي اللي خلينا نقول انها تكون قريبه الشبه بالاسبوع الماضي. تمام. كلام جميل، بنشكرك جدا على هذه التغطية أكيد دكتور محمود، وإن شاء الله يعني نهني بعض بإذن الله بكرة ونيجي كمان نقول صباح النصر زي ما احنا متعودين بعد مباراة رائعة ونتيجة رائعة بإذن الله للنادي الأهلي. بقيت لباب السبب أيوة. إن شاء الله. نروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل محاضراتكم وأخبارنا، أنا وكريم خليكم معانا. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. خلونا نتعرف على المزيد من الأخبار والتفاصيل المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه المختلفة من زميلتنا العزيزة نورهان طمان. نورهان موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الفل يا كريم، صباح الفل يا نهاوند، وصباح الفل على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. صباح الفل عليك يا نورهان. من مقر النادي الأهلي نورهان بقولك الجزيرة. إيه؟ قبل ما نخش بس في التفاصيل، لان احنا لازم نتكلم عن حاجه طبعا نورهان وكلنا وانت حضرتك، علشان طبعا الظروف اللي كانت عندك ما كنتش متواجد معانا طبعا، لكن احنا اليوم الكبير واليوم الاحتفاليه اللي احنا لحد دلوقتي بنتكلم عنها والجماهير لسه بتتحدث عنها، حابينك برضو تاخدينا نبذه لان ما ينفعش تعدي كده. احنا كلنا كنا سعداء فعلا بالافتتاح الخاص بالتجمع الخامس يا نورهان، وانتوا تحديدا كمراسلين القناة بصراحة عملتوا شغل أكثر من رائع، كنتوا متواجدين من الساعة 2 لغاية نهاية الحفلة بالليل، يعني خلينا برضو نسمع منك، تفضلي. الحقيقه نهاوند طبعا انا سعيده ان انت اتكلمتي عن افتتاح فرع النادي الاهلي بالقاهره الجديده، يمكن كان يوم فعلا حافل، احنا يمكن كنا متواجدين في الصباح الباكر كمان بالمناسبه نهاوند، يمكن قبل الساعه 2 كمان كنا موجودين وكنا يعني بنتجول في الفرع علشان نقدر ننقل الصوره بشكل كبير للمشاهدين اللي مش هيكونوا او اللي ما قدروش ان هم يحضروا طبعا الافتتاح، ونشارك جمهور النادي الاهلي طبعا نجاحات مجلس الاداره ونجاحات النادي الاهلي المؤسسه الرياضيه العريقه. الحقيقه ان احنا كنا في امام صرح كبير جدا النادي الاهلي بيشيده، وطبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب تتوالى انجازات النادي الاهلي وبتتوالى الامور اللي يمكن طبعا احنا كلنا بنفتخر بيها هنا من مقر النادي بالجزيره، وجميع الفروع الحقيقه كل الفروع وكل اعضاء الفروع المختلفه كانوا بيتكلموا عن فرع القاهره الجديده وقد ايه هم سعداء بافتتاح هذا الفرع، خاصه وانه الجنب ده جغرافيا ما كانش يعني يمكن طبعا كان بعيد شويه
او مش متغطي زي ما بيقولوا يعني جغرافيا. طبعا الناس فيما يخص هذا الجنب كانوا طبعا سعداء جدا بافتتاح هذا الفرع. خليني كمان اقول لكم انه يمكن طبعا احنا كمراسلين حاولنا على قد ما نقدر ان احنا نستضيف كل الحضور ونحاول ننقل الصوره بشكل كامل ليكم. وطبعا انت كمان يا نهاوند كنت متواجده معانا والزميل طبعا احمد سمير كان متواجد وحاولتوا على قد ما تقدروا ان انتوا يعني تنقلوا المشهد للمشاهدين وكانهم قاعدين معانا في الاحتفاليه. والحقيقه طبعا انه النجم احمد جمال طبعا زي ما احنا شفنا احيا الحفل بصوره رائعه، وشفنا طبعا الفنان ايهاب توفيق واسماء، انا مش عايزه اذكر اسماء عشان ما انساش اسماء ناس كتير، ولكن قامات كبيره جدا ومسؤولين في الدوله كانوا متواجدين طبعا في حفل الافتتاح. كمان خليني اقول لك يا نهاوند انه كان في بعض الاسماء اللي كانت متواجده وكان طبعا يعني يمكن ناس فرحت بيها جدا، وعلى الرغم من طبعا يعني انه يمكن احنا ما قلناش زي ما قلت لك ما قلناش اسماء الناس كلها، ولكن طبعا كابتن حسن حمدي، كابتن الدكتور حسن مصطفى، اسماء كتيره جدا جدا كانوا متواجدين وكنا سعداء. ويمكن كنا يمكن اللي متابعنا حتى على السوشيال ميديا كمان احنا يمكن كنا يعني بنتصور كتير وكنا فرحانين جدا بافتتاح الفرع الجديد. وطبعا سعيده جدا يا هوان زي ما قلت لك في البدايه ان انت كلمتيني عن فرع التجمع، احنا كنا فعلا كان يوم حافل وكنا سعداء بيه جدا. نروح بقى لاخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي بالجزيره. زي ما عودناكم في الساعات الاولى من صباح اليوم ابواب النادي طبعا فتحت لاستقبال الاعضاء، ويمكن احنا مش يعني شفنا حضور كتير للاعضاء النهارده طبعا نهائي المرتقب بين النادي الاهلي وفريق الوداد المغربي، المباراه اللي كل مصر منتظراها والحقيقه ان كل افريقيا منتظراها. طبعا النادي الاهلي البطل، النادي الاهلي هو يمكن طبعا صاحب الانجاز الاكبر ب10 القاب، ويليه طبعا مازيمبي الكونغولي ونادي الزمالك بخمس القاب ثم نادي الترجي. خليني اكلمك حتى عن الاعضاء هنا الاول يا نهاوند، احنا يمكن اتكلمنا معاهم يعني شويه ودردشنا مع بعض الاعضاء حول المباراه وتوقعاتهم وتوقعاتهم للتشكيل وتوقعاتهم مين اللعيبه اللي ممكن تكون ليها دور كبير النهارده. يمكن العديد من الاعضاء اتكلموا عن غياب طبعا كابتن وقائد الفريق كابتن محمد الشناوي للاصابه. كمان بالمره يعني يمكن نفكركم انه طبعا رامي ربيعه وكريم فؤاد واكرم توفيق ايضا بيغيبوا الاصابه، ولكن غياب محمد الشناوي كان يعني هو الاقرب وهو الابرز، خاصه هو طبعا حارس المرمى الاساسي للفريق، ومستر كولر قرر ان هو يعني يريحه وان هو يضمن سلامه اللاعب للمباراه الثانيه في المغرب، ويمكن دايما بيصفها مستر كولر بالشوط الثاني لمباراه النهائي. مستر كولر يعني يمكن تحدث مع اللاعبين حول ضروره التركيز في المباراه، ضروره الاستحواذ الايجابي، ضروره عدم الانسياق وراء طبعا اي يعني اي محاولات من الفريق المنافس ان هو يعني يجر النادي الاهلي للتعادل لا قدر الله، طبعا عشان نحسم المباراه هنا من القاهره ونسافر ان شاء الله المغرب نكون مرتاحين بنسبه كبيره للنتيجه. كمان خليني اقول لك يا نهاوند ان يمكن طبعا الاعضاء توقعوا تالق مروان عطيه في خط النص، قالوا انه اللاعب بيقدم مستويات كبيره جدا في الفتره الاخيره، وكالعاده علي معلول حاز على طبعا يعني ثقه الجماهير سواء هنا في اعضاء في داخل مقر النادي بالجزيره او على مواقع التواصل الاجتماعي. خليني اقول لك كمان او اوصف لك المشهد هنا من مقر النادي بالجزيره، الشاشه الرئيسيه زي ما تعودنا موجوده في منتصف النادي طبعا لاذاعه المباراه، الشاشه الكبيره اللي بتكون موجوده طول الوقت واللي بتلم حواليها اعضاء النادي، وطبعا في بعض الاماكن الاخرى المتفرقه في بعض الشاشات الصغيره. كمان خليني اقول لك يا نهاوند انه يمكن طبعا كابتن محمود الخطيب اجرى اتصال هاتفي برئيس نادي الوداد السيد سعيد الناصري، وطبعا اكد من خلاله على عمق العلاقات بين النادي الاهلي ونادي الوداد المغربي، وقال انه طبعا بعثه نادي الوداد المغربي هنا تعتبر في بلدها الثاني مصر، وقال انه كل طلبات البعثه هتكون مجابه وان شاء الله تلقى باهتمام ورعايه كبيره. وطبعا سعيد كابتن محمود الخطيب تحدث مع رئيس نادي الوداد انه سعيد هذا طبعا اللقاء، ويتمنى ان الامور والمباراه تخرج بصوره طبعا جيده. كمان خلينا نفكركم بمشوار النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا في النسخه الحاليه. النادي الاهلي استهل مشواره بمواجهه الاتحاد المنستيري واللي تغلب عليه طبعا 4 أهداف دون رد، وكانت نتيجه المباراتين. ثم النادي الاهلي واجه القطن الكاميروني وتغلب عليه 7-0 نتيجه المباراتين 3-0 و4-0. ثم النادي الاهلي واجه طبعا
نادي الهلال وفاز عليه في القاهرة 3-0 وخسر في السودان 1-0، وحصل بعض التعثر طبعا ده كان في دور المجموعات بعد مواجهة الاتحاد المنستيري في بداية المشوار. طبعا مباراة سان داونز يمكن تعثرنا بعض الشيء وتعادلنا 2-2 في هنا في القاهرة وخسرنا في جنوب أفريقيا بخمس أهداف مقابل هدفين، ثم طبعا واجهنا طبعا نادي طبعا الرجاء المغربي في دور ربع النهائي، وطبعا استطاع النادي الأهلي الفوز بهدفين دون رد هنا في القاهرة وتعادل سلبيا في المغرب، ثم طبعا في نصف النهائي أمام الترجي وفاز نادي الأهلي بمجموع المباراتين 4-0 3-0 هنا في القاهرة 1-0 في تونس. كل الأمنيات القلبية للنادي الأهلي بالتوفيق اليوم في النهائي الرابع على التوالي، وده يمكن طبعا إنجاز تاريخي للنادي الأهلي، ويمكن طبعا نادي الوداد هو حامل اللقب في النسخة الماضية بعد طبعا ما حقق اللقب على حساب النادي الأهلي. كمان خلينا أفكركم أن النادي الأهلي خاض 27 مباراة نهائية، فاز في 11 مباراة نهائية وخسر في 11 مباراة أخرى، طبعا لأنه كان مباريات النهائي كان بتقام بنظام الذهاب والإياب عدا النسخة الماضية فقط. وطبعا سجل النادي الأهلي في المباريات النهائية 35 هدف واستقبلت شباكه 21 هدف حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. احنا بنشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه نورهان طمان على هذه التغطيه المتميزه كالعاده. تغطيه رائعه اشكرك عليها جدا نورهان. تعال بقى نروح لخبر الساعه. طبعا صحيح. يعني بجد الموضوع غريب ولو حصل اللي في بالنا هيبقى اغرب. ايه هو بقى؟ اعلن. هو غالبا هيحصل اللي في بالنا غالبا لان انت سمعت الرقم اللي معانا. طبعا طب ما تيجي نقول الخبر. انا لو مكانه هروح طبعا. باريس سان جيرمان بقالنا فترة بنقول وبنتكلم عن ميسي ونقول يا جماعة هو ميسي مكمل ولا ميسي هيرحل؟ طلع كتير من ضيوفنا قال لك ميسي مكمل في بي اس جي، مفيش حاجة اسمها ان هو هيمشي، عقده مكمل، ما عندوش مكان تاني، ما عندوش اوبشن تاني. ولكن اللي حصل على أرض الواقع وبقالنا تقريبا 10 أيام بنتكلم في هذا الموضوع، امبارح تحديدا أمس وفي الساعات الأخيرة يعني من يوم امبارح، أعلن باريس سان جيرمان رحيل لليونيل ميسي نجم الفريق عن صفوفه بنهاية عقده. خلاص الموضوع رسمي. أصبح رسمي. كنا في الأول لما بنقول هذا الخبر بنقول لحضراتكم لسه ما فيش معلومة، كل دي تكهنات، كل ده كلام سوشيال ميديا، كل ده كلام صحف وغيره، لكن هناك بيان بذلك أو إعلان رسمي بذلك من نادي بي أس جي. طيب الحساب الرسمي لباريس سان جيرمان هو وجه رسالة لليونيل ميسي قال له تحديدا Thank you ميسي أو ميرسي ميسي أو شكرا ميسي. عقد ميسي هينتهي بنهاية شهر يونيو زي ما احنا عارفين مع باريس سان جيرمان، ومفروض ان هيتم إعلان يا كريم الوجهة المقبلة في ظل طبعا المفاوضات اللي موجودة، قيل بين برشلونة عشان تستعيده مرة تانية، وقيل بين الدوري السعودي، واللي بالغ بقى دلوقتي الأوفر بتاعه كام؟ 600 مليون يورو. احنا كنا بنتكلم ان هو 400 طبعا في وقعدنا نقارن بكريستيانو قلنا كريستيانو 200 فهو الدبل اهو كده دلوقتي تريبل طبعا. فيعني طبعا رقم يعني عظيم جدا. فهنشوف ايه اللي هيحصل، هل ميسي خطواته الاخيره هيبقى بيفكر فعلا الموضوع ليه علاقه بشق مادي، ولا هيبقى في كلام تاني ان هو ممكن ينهي مسيرته زي ما كتير ابطال في عالم كره القدم انهوها في امريكا مع مثلا زي انديه زي ميامي او انتر ميامي الامريكي. هنشوف، لسه لحد دلوقتي ما فيش معلومه مؤكده عن الوجهه القادمه، بس الصحف قالت ايه، خلينا بقى ايه نشوف الدنيا او العالم قال ايه جراء هذا الموضوع. مبدئيا كده يعني في ناس كتير ممكن تسمع الارقام اللي بتتقال، احنا بنطرطش ملايين في وش حضراتكم على الصبح، 600 مليون يورو. فيعني ده في ناس كتير بتقول لك ده لو انا مكانه ده انهي حياتي بالرقم ده، مش مجرد انهي مشواري. على كل الاحوال فعلا زي ما نهاوند بتقول لحضراتكم كتير من الصحف العالميه بطبيعه الحال وقفت عند الخبر ده وحاولت تشوف ايه اللي هينتج عنه بعد كده، من ضمنهم الديلي ميل كتبت وقالت، طبعا الصحيفه البريطانيه الاشهر ديلي ميل قالت ان ميسي رحل رسميا عن صفوف باريس سان جيرمان، وبالاخص بعد ان وجه له النادي رساله معناها شكرا ميسي. اضافت الصحيفه ان ميسي هيحدد وجهته المقبله في الفتره القادمه سواء بالعوده الى برشلونه وهو الاختيار الافضل والاقرب، او الانتقال الى انتر ميامي الامريكي او الدوري السعودي بالاخص بعد ان تلقى عرضا ضخما. عندك كمان صحيفة مونديل الإسبانية قالت لك
باريس سان جيرمان عليه ان او ان ان, أن باريس سان جيرمان كده احنا بنحاول نترجم يعني احنا ماشيين انتظر قبل ساعتين من مواجهه كليرمونت في بطوله الدوري الفرنسي ومن ثم اعلن رحيل ميسي رسميا يعني انتظر بعد نهايه المباراه يعني وبعد كده اعلن الرحيل. ميسي سيحسم قراره النهائي في الايام المقبله رغم انه يريد الاستمرار في اوروبا وبالتالي يتطلع للانتقال الى برشلونه، ده على حسب الصحيفه الاسبانيه كريم، وده كتير متداول بالمناسبه يعني في ناس قارنت بين كريستيانو وميسي قالت لك في فرق كبير في فكره انهاء المسيره، ميسي مش بيفكر بنفس طريقه كريستيانو ان هو عايز ينهي مسيرته وفقا ل يعني مكان له علاقه بالماديات اكتر، هو بالعكس هو عايز ينهيها في اوروبا في المكان اللي هو ابتدى فيه، بس هل دي هتكون خطوه جيده؟ الله اعلم. هل هي هتكون خطوه اصلا متواجده او مطروحه؟ لان برضو برشلونه ما زال لما نيجي نتكلم يا كريم على اعاده ميسي مره ثانيه لبرشلونه فلازم نتكلم بمنطق، برشلونه حتى هذه اللحظه لسه بيعاني من ازمات ماليه كبيره جدا طبعا. فازاي هتقدر حضرتك توفر او راتب ميسي مره اخرى خصوصا انت عندك ليفاندوفسكي وخصوصا ان انت بتفكر في انهاء تعاقد مع بعض اللعيبه الموجوده الاسماء ايضا، فدي انا مش عارفه ممكن يكون رغبه او كلام عاطفي لكن على ارض الواقع ده ممكن ان هو يتم اعتقد ان هو مستبعد شويه. وبعدين حتى بيتهيألي في ظل الرقم الضخم المخيف اللي احنا بنتكلم عنه ده اعتقد حتى لو برشلونه ما كانش بيعاني قوي ماديا كما هو الحال وهو بالفعل بيعاني في الفتره الاخيره لكن الرقم ده صعب الواحد ينافسه يعني صعب التعلي على الرقم لو ده. عمرك ما هتوصل لربع اصلا يعني طبعا. عموما برضو من ضمن الصحف اللي كتبت عن هذا الخبر ليكيب الفرنسيه قالت طبعا كلمت عن مستقبل ليونيل ميسي صاحب ال 35 عاما واكدت انه لم يعد رحيله عن باريس سان جيرمان موضع شك بل بات اكيدا بعد اعلان النادي العاصمي ذلك. وحددت الصحيفه المسارات التي سيتخذها ميسي بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان حيث ستكون امامه وجهتان وهي اما الانتقال الى انتر ميامي الامريكي او المملكه العربيه السعوديه. ما ذكرتش بقى حاجه هنا عن برشلونه جليكي. بص اي اس بي ان برضو اخيرا خلينا نروح لهذه الشبكه برضو العريقه قالت ان مستقبله موضع شك، قالت لك بقى موضع شك لسه في الفتره اللي جايه وقالت يمكن برشلونه يكون اول الفائزين بميسي لو نجح في حل أزمته مع رابطة الدوري الإسباني بالأخص إن هو يعني بيحب هذا النادي وأكيد لو حد خيره أكيد ميسي نفسه هيكون حابب إن هو يعود مرة تانية ليه يعني برشلونة. طيب ده الجديد في هذا الملف وده الجديد في أخبارنا، هنروح بقى فاصل ونعود بس بعد تمارين كابتن فوكس اللي هيكون معنا طبعا مدير جيم الرجال بالنادي الأهلي وبعد كده نعود مرة تانية لحضراتكم عشان نستقبل أولى ضيوفنا. خليكم معنا. صباح الرياضة والنشاط والحيوية. طبيعة العمل والنشاط اليومي والحياة اليومية كل ده ليه تأثير على جسمنا وعلى عضلاتنا. دايما لو انت بتسوق كتير لفترة طويلة او بتقعد على المكتب لفترات طويلة ممكن يحصل لك كسر في العضلات زي اللي بنشوفها كتير بيحصل بعدها مشاكل زي انحناء الظهر وكمان اللي بيكون عندهم راوند شولدر انحناء في الكتف، فكل ده ليه تأثير على جسمنا. فعشان نتفادى المشاكل اللي بتحصل لنا دي محتاجين ان احنا دايما نركز ان احنا نعمل استريتشات ستاتيك استريتشز. ده بيكون استريتشات استطالة العضلة بس بوضع الثبات، ما بعملش دايناميك استريتش، ده عملناه في حلقة قبل كده كان بيبقى قبل التمرين، لكن النهاردة اللي هنعملها مع بعض هي الاستريتشات اللي بتكون بعد التمرين. تعالوا بينا نعمل استريتشات مع بعض. هنبدأ أول حاجة معظم استريتشات الجسم من أول الرقبة من فوق، أجيب رقبتي على كتفي كده وأحاول أثبت لمدة 20 ثانية الناحية التانية، هلاقي شد في المنطقة دي، ننزل على الكتف، اسحب دراعي للجنب الناحيه الثانيه، كل استريتش من ده بتثبت عليه لمده 20 ثانيه. بعد كده تراي كوعي فوق الجنب الثاني برضو 20 ثانيه. عضلة التشست ايدي ورا ظهري هعمل البايسبس والفور ارم، خلي ايدي قدامي هلاقي كل العضلات دي مشدوده معايا، هبدل الناحيه الثانيه. انا بحاول اسرع انا بس في الاسترتشات عشان وقت الحلقه بتاعتنا ووقت نقدر نعمل اكتر استرتشات للجسم كله. نعكس الدراع تراي
بعد كده الجنب الثاني. وانا واقف هنا احاول انزل بجنبي، شد كل الجزء ده، ابدي الناحيه الثانيه، هعمل ستريتش للأبر باك، التمرين اللي بنسميه الكات كامل. ببدأ أسحب عشرين ثانية برضو، هنزل لور باك، أقفل الدراع قدام وأقعد على رجلي، أخلي ظهري كله مشدود، بثبت برضو فيها في نفس الوضع ده لمدة 20 ثانية. هبدأ لعضلات الرجلين، أخلي رجليها اللي قدام 90 درجة، بحاول أطلع برجلي، أخلي ظهري مفرود، هيقدر يخلي فيه بالانس عندي. أبدل الناحية الثانية، أعمل للخلفية والسمانة، شد مشط رجلي دايما عليا الناحية التانية، عضلات الهيب فليكسور، ظهري مفرود، واعمل اخر ستريتش للبطن، هنزل على وشي وابدا اسحب ظهري لفوق، برضو 20 ثانيه. وبكده يبقى عملنا ستريتشات لمعظم عضلات الجسم كلها. يا ريت نهتم دايما اللي بعد كل تمرين لازم نعمل ستريتش خاص بالعضله اللي احنا بنشتغل عليها، ده هيفيدك اكتر، ليديك ضخ دم العضلات، يخليك تؤدي التمرين بشكل كويس جدا، هيحفظك من اللي انت يكون عندك اي اصابه او اي شد عضلي بعد التمرين. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ونشوفكم في حلقه ثانيه جديده. عوده لعشرة صحف الاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. والحقيقه نظرا للاهميه القصوى لمباراه النهارده ان شاء الله بين الاهلي والوداد، فاحنا زي ما قلت لكم في مقدمه حلقه النهارده الفقرتين الحواريتين فتحناهم على بعض عشان ما نسيبش لا كبيره ولا صغيره من كل التفاصيل المتعلقه بهذه المباراه وكمان بمباراه الاياب، غير لما نتناولها بالنقد والتحليل ونقرا رؤيه الاثنين مدربين في الماتشين دول هيكونوا عاملين ازاي. ضيوفنا اللي منورنا النقاد الرياضيين الاستاذ كريم فضلي وكمان الاستاذ طارق نور. يا صباح الفل واهلا بيكم معانا. صباح الفل يا كريم. صباح الفل يا نهوان. اهلا وسهلا. صباح الخير على جميع جماهير النادي الاهلي في كل مكان، وان شاء الله يبقى يوم سعيد علينا كلنا يا رب. امين يا رب. يعني بدايته حلوه اهي، وان شاء الله انا متفائله وباذن الله ينتهي كمان بملك التوقعات معانا. قال لنا في اخر لقاء ان الوداد هو اللي هيفوز على سان داونز وقد كان. عرفتها ازاي دي؟ حللتها ازاي؟ مع ان كانت 90% الناس تقول لك سان داونز اللي هيفوز. بداية كده صباح الخير عليكي، وصباح الخير عليك يا استاذ كريم، وصباح الخير على كل الأهلوية. الموضوع التوقع ده يعني هو نسبي، بس أنا اشتغلت على المعطيات اللي كانت قدامي. أنا قلت لحضراتكم في الفاصل إن سان داونز عنده مشاكل كتير جدا دفاعية لو تتذكروا ده. الوداد لو لعب على النقاط السلبيه في دفاع سان داونز وعلى الكرات الراسيه ممكن يسجل وممكن يتاهل، وقد كان يعني هي دي اللي هي دي اللي انا اشتغلت عليها يعني. اوكي، جابها من الكنترول على طول. طب انت هتشتغل على ايه بقى فيما يتعلق برؤيتك لماتش النهارده بصفه خاصه؟ لا، هنشتغل على المعطيات اللي قدامك ايه؟ يعني بناء عليها رؤيتك ايه؟ طيب اقول توقع ولا نقول تحليل؟ لا، ادينا الاول قراءتك للمشهد ومن ثم التوقعات. اوكي، بدايه كده هنقول المباراه على الورق 50-50، بما ان في مباراه هنا ومباراه اياب في المغرب. ومن خلال تصريحات الجهاز الفني لفريق الوداد اظن ان الكل عرف خلاص ان طريقه اللعب هي هتكون ان هو هيلعب زون ديفنس، وهيلعب او هيعتمد على الكرات المرتده، وهيلعب على تامين الدفاع بشكل قوي واغلاق الاطراف. ليه؟ بيقول انا عاوز اخرج بافضل نتيجه وباقل نتيجه علشان اقدر استغل عنصر الجمهور والملعب في المباراه الثانيه.
بالتالي المدير الفني فاندنبرج هيلعب ب 4 3 3. هو عنده غياب مؤثر ومهم جدا عبد الله حيموت. هيعوضه بمين؟ عنده حل من اثنين. الحل الاولاني انه يلعب بالثلاثه ستريتش، ثلاثه وسط ملعب مدافع، وهيدفع بجلال الدودي، او انه يفضل على طريقته المعتاده ولكن هيخلي ايمن حسوني يلعب بادوار دفاعيه اكتر منها هجوميه. في المقابل النادي الاهلي عندنا غياب مؤثر كابتن محمد الشناوي، ولكن ثقتنا كبيره جدا 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 في علي لطفي ومصطفى شوبير ايا كان اللي هيحرس مرمى النادي الاهلي، وان كنت اتمنى ان يكون مصطفى شوبير لانه الاجهز في الوقت الحالي. الاهلي هيلعب بالطريقه المعتاده 4 3 3، هتتحول ل 4 3 5 سوري 4 5 4 5 1 في الحالات الدفاعيه، و 4 1 4 1 في الحاله الهجوميه. ده الشكل اللي انا متوقعه والشكل اللي بيلعب بيه مستر مارسيل كولر في الفتره الاخيره. هيكون في ادوار مزدوجه للجناحين حسين الشحات وبيرستاو في مساعده الدفاع، وهيكون هم الكي بلاير في المباراة دي. واعتقد ان يعني كولر هيلعب بشكل اكتر على بيرستاو لان حمدي فتحي مش جاهز بنسبة 100% ان هو يبقى هو محور اللعب بتاعه او تنفيذ الخطط الهجومية. كويس جدا. بص احنا يعني ده شق اللي هو الفني شويه، بس في لسه معطيات ثانيه وفي نقاط ثانيه عايزين نروحها، بس خليني برضو نروح لطارق. وطبعا أو يعني طارق انت برضو من النقاد اللي على فكره انا بتابعك وكتاباتك على الفيسبوك، بيبقى ليك برضو رؤيه دايما مختلفه، يعني كده بحس ان انت بتنظر للماتشات او شوية. والله فيها بالظبط كده. بتشوف ازاي الماتش ده ممكن ان هو مجرياته او احداثه تكون برضو الاهلي والوداد، وبنتكلم شوط اول بقى مش هنقول ماتش، شوط اول على ارضنا وشوط تاني بين طبعا يعني جماهير الوداد. خليني اقول لك اول حاجه، يعني انا دايما رايح لحته الفلسفه في الكوره دي فعلا، لان دايما بشوف في سيناريوهات كده الكوره دايما بتعملها لنا كانه فيلم دراما. اول حاجه المباراه صعبه بمعنى الكلمه، في اوقات بنقول كلمه صعبه بيبقى مجرد تهويل بس للماتش، انما المباراه دي صعبه للغايه على الطرفين. الفرقتين حافظين بعض، الفرقتين مستويات قريبه جدا جدا، مدربين هنا وهنا افكار اوروبيه زي ما بيقولوا، عندهم اسلحه هجوميه ودفاعيه، عندهم كل حاجه. فالمباراه صعبه هنا وهنا. خليني اقول لك انا عندي حته تفاؤل بقى بسبب حته الفلسفه دي. انا كنت منتظر صن داونز تتاهل، بس باللي حصل وبسيناريو التاهل بتاع الاهلي نفسه من اول ضربه الجزاء اللي ضاعت، لا لا لا، السيناريو ده بيقول ان البطوله دي رايحه للاهلي بالمنظر ده. بالمنظر ده في وقت كده تحس ان الكوره بتقول لك انا عايزاك النهارده البطوله دي بتاعتك. والله واحنا عايزينها بس احنا كده كده هناخدها، هي عايزينها واحنا عايزينها كده كده هناخدها، عندنا منها 10 بس. فكون جه الوداد، فانا حاسس ده زي اللي هو الطريق بيقول لك ايه، مش هتاخدها وبس، لا انت هتاخدها وترد بيه حاجات كتيره جدا. اول رد هو رد طار السيزون اللي فات. احنا اتغلبنا بره الكوره قبل ما نتغلب كوره، احنا رحنا لعبنا الماتش في اجواء مختلفه، والناس صحيح. كتير شافت ان لا ده الاهلي يستحق الهزيمه، لا الماتش لو كانت لعب في ظروف مختلفه خلينا نقول كنا ممكن نشوف نتيجه ثانيه. فدلوقتي في وقت ان احنا نرد الطار ده. تاني حاجه عشان نقفل باب نهائي بقى قصه العقده ومش العقده، ان احنا بنتهزم قدامهم في النهائيات والكلام ده، فاحنا عندنا فرصه. اشاعات والله بتطلع، انا مش عارف ايه قصه العقده ده، بعيد يعني بتحصل يعني. ما كل كده نقول انديه الاوروبيه بتتعقد مع ريال مدريد، ريال مدريد مثلا عقده لكل يعني اوروبا كده، واتقال برضو كلمه عقده دي اتقالت برضو في حاله سان داونز لو تفتكروا، يعني الناس افترضت ان هي مشكله عقده، وبعد الخمسه الاهلي عاده هو اللي بيشكل عقده للغير مش العكس. فانت عندك فرصه تنهي القصه دي تماما ان شاء الله. والقصه الثالثه، يعني خليني برضك لو انتم متذكرين السنه اللي فاتت في وقت الفاينل طلع تصريحات بعد المباراه ان ده وقت الكره المغربيه، وان الجبهه المصريه مثلا خدت فتره طويله جدا من السيطره على الاتحاد الافريقي وعلى قدرات افريقيا، وان جه وقت ايه توقيت المغرب، وبعدين تلاها قصه المغرب في كاس العالم شرفتنا وشرفت العرب كلها. مع كل حبي واحترامي للشعب المغربي والكره المغربيه وكل اشقاء العرب، بس انا بحب الاهلي اكتر، انا بحب مصر اكتر، انا نفسي اشوف ده فرشور. فدي فرصتنا ان احنا نقول تاني ان مصر موجوده رغم كل التفوق المغربي. دي النقطه الفلسفيه اللي انا شايفها في الماتش ده، ان هو بغض النظر عن الفنيات اللي كريم اتكلم فيها شويه ولسه هنسرد فيها اكتر برضه، واخد الموضوع لناحيه شخصيه شويه، او مش شخصيه خالص والله، بس يعني
زي ما الناس كلها بتحب تشوف بلدها احسن حاجه وبتشوف فرقها احسن حاجه، انا نفسي اشوف بلدي احسن حاجه، وزي ما احنا مسيطرين دايما على افريقيا، مصر مصر هي المنتخب، انت الافضل شباب، انت الافضل انديه، انت الافضل، سيبك يعني اهلي زمالك اسماعيلي، دايما انت مسيطر. يعني معنى كده مفيش حاجه بخوفك، يعني انت كلامك كله بتشع منه طمانينه. انا قلقان يعني، الكلام يبان ان انا ضايع. شوف بعد كل اللي انا قلته لك ده، بس انا الكلام رايح ان انا سكت ان انا مطمن، ده اكيد، وتحس ان انت يعني عندك ثقه في فرقتك، انما ككوره طبعا الماتش مرعب للغايه. ما انتوا قلتوا انتوا الاثنين هي 50-50 بس يعني. انا على عكسه تماما، انا حاسس ان النادي الاهلي هيعمل نتيجه كبيره جدا النهارده، ممكن 3 مثلا، يا 3-4. لا مش خبر ابيض، لا مش معقوله بجد، ان شاء الله يا 3-4 يا ريت، بالمعطيات برضو وبالكوره، النادي حاليا افضل كواليتي لاعبين وافضل كواليتي جهاز فني وافضل والجمهور وحاله فوقان، الجمهور وحاله فوقان، كلين شيت لماتشات عديده، عندك اللعيبه بتاعتك في البيك بتاعهم خلاص، يعني وصلوا لاعلى مستوياتهم. احنا قلنا حتى لو هنيجي نتكلم فنيات، انت عندك خط وسط ما شاء الله يعني تاتش وود بشكل كبير، كولر عمل حاجه عظيمه جدا، خط دفاع مميز في حاله الفريق الوداد، هم برضو عندهم مميزين قوي على فكره. بالمناسبه من ضمن التصريحات اللي المدير الفني بتاعهم يعني صرح بيها، قال حاجات كتير من ضمنها ان هو مطمئن لخط الدفاع عنده بتاعه، وفي نفس الوقت قلقان من قوه خط الهجوم عند النادي الاهلي. بالظبط، انا لسه هقول لحضرتك، اذا كان هو مطمئن لخط الدفاع عنده فاحنا واثقين جدا في خط الهجوم عندنا، زائد انت عندك اكتر من عنصر بيقدر يسجل، ودي كانت من افضل الحاجات اللي عملها كولر، ان مش شرط ان كهربا بس او محمد شريف هو يكون مفتاح التسجيل الوحيد اللي عندي المهاجم، لا، حسين الشحات بيقدر يسجل، برستاو بيقدر يسجل، حمدي فتحي، علي معلول، سواء حتى قلبين الدفاع اللي عندك محمد عبد المنعم، ياسر عبد الرحيم، مميزين جدا في الكرات الرأسية، تقدر تشتغل عليهم من خلال الضربات الثابتة والكرات الركنية، بتعمل فنتات كويسة جدا 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 جدا، بتحصل بدخول حمدي فتحي بيسحب معاه مدافع، بتحول انجل لنص جناح بحيث انه يسند كورة مع برستاو رايس كده يقدر يتحرك فيها، يقدر يقطم زي ما حصل في مباراة الترجي، ان هو يقطم بالكورة ويقف عليها ويراوغ اكتر من لاعب، وبعدين بيسجلها بمنتهى الاتقان. فانت عندك باذن الله يعني لو اللاعبين اللي عندك في حالتهم الفنية انت تقدر تكسب مستريح فرق كبير جدا، مع اعترافي الكامل ان فريق الوداد فريق قوي، ولكن على الورق وفي ارض الملعب انا شايف ولا زلت مصمم ان النادي الاهلي اقوى بكتير جدا من اي فريق تاني. كويس جدا. طيب تعالوا نروح شويه برضو لمستوى اللاعبين وتقولوا لي رايكم بمنتهى الصراحه. انا هقارن بقى، انا هخش في مقارنات ثنائيات، شوف انا هقارن خلاص كي. الموضوع خرج من ايدينا. انا اظن الكفه كلها تروح للاهلي والله يعني. فعليا لا لا مش بين لعيبه الوداد والاهلي، بالاهلي والاهلي نفسهم تحت قياده، شفت الموضوع اكبر. لا كده بقى اصعب بقى، ظبط كده بقى اصعب. موسيماني لما جه، وانا هقارن باخر مدير فني، موسيماني لما جه كان في بعض اللعيبه اللي مستواها كويس لكن اتحسن جدا، منهم هقول اسماء محمد شريف وقفشه، كنا نشوف هذا الثنائي الاكثر من رائع، ودايما كانت الجماهير تقول لك موسيماني لازم ينزل قفشه ومحمد شريف، وبصراحه كانوا بيعملوا دور رائع جدا. جه بعد كده في فترات وقت بقى المنتخب وغيره المستوى اتهز شويه، وقال لك العلاقه ليها علاقه بالنفسيه وبتاع، وشفنا لعيبة تانية على الصعيد الآخر مع موسيماني ما كانتش في التألق بتاعها خالص على غرار قبل ما يجي مشي موسيماني أو رحل، وقدم العديد من النجاحات مع النادي الأهلي، وبعد كده جالنا أنا هتكلم بقى عن كولر على طول لأن في النص ده يعني سواريش يعني ما كانتش فترة تحسب إلى حد ما، ولكن كولر لا بجد هذا الرجل من اول يوم جه فيه لحد هذه اللحظه انا بشوف تطور في مستوى اللعيبه بشكل كبير، استقرار نفسي عند اللعيبه بشكل كبير، بنشوف ثبات في المستوى بشكل واضح. يعني دي عايزه لها تفسير شويه، بتفسروا ده بايه وبتفسروا ده بايه؟ مين اللي حابب منكم يبدا؟ مش يعني مشكلة. انا ممكن اقول لحضرتك حته كولر وموسيماني دي تحديدا، يعني انا مش وقت المناسب للكلام عنها، بس هي فعلا مهمه جدا عشان تتذكر ان احنا عندنا مدرب محترم جدا اسمه ما هو ده الغرض بالظبط. انا بعد رحيل موسيماني فعليا انا كنت من الاشخاص اللي حزين، انا كنت شايف الراجل ده لسه ما زال عنده اللي يقدمه للنادي الاهلي، بغض النظر عن حاله النتائج السيئه مثلا في اخر كام ماتش ليه في الدوري. رحل واتى سوارش زي ما انت قلتي يعني فتره لا تقصر، ما لحقش يعمل حاجه فعشان كده مش هنعرف نقيم، ما خدش كانت فتره ما تتقيمش خالص يعني. ثم اتى مارسيل كولر، كلنا اتفقنا وقلنا شخص
ذو سي في كويس يعني، وقلنا نشوف. انا لحد مثلا اول كام ماتش انا مش عارف اخد عنه انطباع، منتظر الاقي الوقت اللي اقدر احكم فيه. الدوري المصري بالنسبه لي انا صعب جدا احكم عليه، لبرضك ايه انخفاض المستوى الفني بتاعه، ما اقدرش اقيم فيه مدرب. وافريقيا كنت لسه برضك في الادوار الاولى لحد ما جه توقيت مونديال كاس العالم للانديه. انت بتقابل التوب في العالم بقى، ريال مدريد وفلامينجو، وقبليهم كان بطل امريكا واوكلاند. انا مش هتكلم على فنيات ولا هتكلم على نتائج، انا هتكلم على الفكر بتاع الراجل. لا، في مدرب عنده تكتيك، ازاي قابل ريال مدريد بغض النظر ان الماتش في الاخر خلص 4، انت كنت بتقابل ريال مدريد راس براس بتلعب معاهم كوره. ده مش هيجي نتاج يعني، مش هيجي بشكل عفوي، ده راجل دارس كويس ازاي عارف يلاعب فرقه زي ده عندها النجوم دي كلها. فمن هنا اطمنت، وعليه الاهلي وصل فاينل افريقيا افريقيا يعني. هو هنا انت ادركت ان هو بيجيد التعاون مع الفرق الاوروبيه حتى بحكم خلفيته هو كفخ سويسري، في حين ان مثلا موسيماني حكم جنسيته ممكن يبقى اكثر درايه بالتعامل مع الفرق الافريقيه. بالظبط بالظبط. بعد مباراه سان داونز الخمسه كولر اتعلم هنا، بدا يعرف الكره الافريقيه شويه. مش دايما هتعرف تلعب اوبن جيم او هتنفذ التكتيك بتاعك اللي انت فاكره. لا، انت ممكن تغلط وفرقه تديك بزياده في النتيجه. لا، اتعلم، ومع الوقت شفنا ده. موسيماني كان عنده محمد شريف وعنده أفشة. طب ما دلوقتي كولر برضك ما هطور لعيبه كتير. بيرسي تاو مثلا في فتره موسيماني رغم ان هو مثلا اتعامل معاه كده ما كانش موجود، بيرسي تاو دلوقتي على في الملعب بالزبط. هو اللي كان جايبه كمان بالظبط يعني، تخيل ان موسيماني هو اللي كان جايبه، ما عرفش يطور فيه حاجه او ما عرفناش نظهر الشكل بتاع بيرسي تاو. بيرسي تاو دلوقتي من اهم لعيبه النادي الاهلي. صح، حمدي فتحي من اهم لعيبه النادي الاهلي، محمد هاني تالق، حسين الشحات تالق مره ثانيه، عندك كل اللعيبه تقريبا تالقت مره ثانيه. يعني انا محمد هاني وعلي معلول شايف الاثنين هيبقى ليهم دور كبير جدا في المباراه الوداد ان شاء الله بتاعه النهارده تحديدا. الكره اختلفت كتاكتيك، ما بقاش المدافع مدافع ولا المهاجم مهاجم، في ادوار مركبه زي ما بنشوف مثلا جوارديولا ستونز قلب الدفاع بيلعب ولا كانه رقم 10. كلوب اسمه ايه اللي على الطرف، ارنولد، ما بقاش يلعب طرف اللي هو الصريح، لا اللي بيضم من نص الملعب كانه بلاي ميكر. احنا هنشوف ده من هاني ومعلول عموما. بالظبط، الكره مختلفه تماما. وانت عشان تفك التكتل الدفاع اللي انت كنت بتقول عليه لازم يبقى عندك محاور لعب مختلفه غير الخصم مدركها عنك. صح، او الشكل اللي استنبه بتاعك. وكريم برضو شايف ده ازاي من وجهه نظرك يعني؟ هو انا عندي بس تعقيب بسيط على بيرستاو بالتحديد في فترته مع موسيماني. الكل اجمع ان بيرستاو كواليتي عالي جدا 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 من لحظه وصوله مصر، لاننا شفناه سواء مع سان داونز او شفناه في الدوري البلجيكي وفي فتره احتراف. ولكن الاصابات هي اللي عطلته بشكل كبير. الاصابات لما بعدت عنه بيرستاو ظهر بشكل قوي جدا جدا جدا. طيب مارسيل كولر عمل ايه؟ مارسيل كولر عمل نقطة كويسة جدا. اتصدم فاستفاد من الصدمة. الخماسية أثرت فيه بشكل كبير. اللي متابع مارسيل كولر في فتراته كلها تدريبية كان بيعتمد على طريقة لعب 4-2-3-1، وكان دايما لازم يكون عنده صانع ألعاب كلاسيكي اللي هو رقم 10. فأنا بشكل شخصي حتى كتبت ده إن هيعتمد على قفشة بشكل كبير. لقى ان طريقه اللعب مش مناسبه دفاعيا بشكل قوي، غيرها ل 4-3-3 واستفاد منها، وتخلى لاعبي الاهلي تطلع افضل ما لديها من خلال هذه الطريقه اللي ما كانش حد يتوقع ده. يعني المحللين كلهم لما الاهلي يلعب 4-3-3 واتعملت قبل كده لو تتذكروا، موسيماني عملها وريني فايلر عملها واتلعبت بشكل سلبي جدا جدا، وخسر بيها النادي الاهلي امام الزمالك في الدوري 3-1 لو تتذكروا. بس ساعتها اعتمد على مين؟ اعتمد على اليو ديانج ان هو يلعب هو اللي يزيد، بالرغم من وجود عمرو صلاح وحمدي فتحي. لا، كولر عمل حاجه افضل، اللي هو حمدي فتحي مش دستروير بالشكل الاقوى، لا هو بس هو عنده مميزات ثانيه انه يقدر يسند، يقدر يرفع كوره، بيلعب براسه كويس جدا جدا جدا. طب ليه المانع ان انا اخليه هو اللي يزيد علشان خاطر يصنع او يسجل؟ وقد كان ونجح. استفاد من ضم لاعب زي مروان عطيه بيقدر يعمل سكان بشكل كبير للملعب، بيقدر يوزع اللعب، عنده ورك ريت عالي جدا، مجهوده البدني قوي جدا جدا، تاكلنج عظيم جدا، فبيغطي لي ده. فلما اهاجم والعب 4-1-4-1 زي ما قلت لحضراتكم، مين اللي هيأدي لي دي افضل؟ مروان عطيه. فهو بيطلع عند كل لاعب افضل حاجه ممكنه، واللاعب عليه باقي المجهود. يعني يوهان كرويف
الاسطوره قال حاجه عظيمه قوي. قال لك اللاعب بيلمس الكره او بيمسكها في ال 90 دقيقه 3 دقائق والباقي كله بيتحرك. مارسيل كولر خلى ده، خلى كل الاهلي يتحرك والكره تتنقل من رجل لرجل بمنتهى السلاسه. في مباراه من المباريات النادي الاهلي، مباراه الترجي، النادي الاهلي عمل تمريره 94 تمريره في 4 دقائق. انا كنت في الملعب، 94 تمرير. لا وبيفنشها بهجمه، مش مجرد ان انا بباصي بس، لا انا بروح، مش مجرد استحواذ، مش فعال، مش استحواذ سلبي، لا التيكي تاكا زي ما الكتاب بيقول، او الكره الشامله اللي هي اتلعبت في المجر في 54 وبعد منها منتخب هولندا وبدات التكنيك ده ياكل مع فريق مشهور بتكتله الدفاعي، ولا انت يعني في حاله فريق الوداد واحنا متفقين عن ان هم عندهم دفاع قوي، هل الدفاع القوي اللي بالشكل ده والمتكتل بالشكل ده يحتاج تعاملات مع يعني من خلال مثلا الحلول الفرديه للعيبه المهاريه، ولا الفكر الممنهج الجماعي انهي اللي يمشي اكتر في الحاله دي؟ الاثنين مع بعض بالظبط. الفكر الجماعي اساسي، لان الكره تدوير الكره لازم يتم بين جميع اللاعبين. طيب انا عندي لاعب بقدرات خاصه بقى، يعني عندي علي معلول يقدر يعمل الاكستنشن اللي هو الزياده، يقدر يعمل الكروس بشكل كويس جدا. طيب هرفعه لمين؟ هرفعه الكهرباء لوحده وسط 4 مدافعين، ولا لازم حد يضم معاه؟ طيب ساعتها بيرستاو هياخد انهي وضع في الملعب؟ عندي لاعب مثلا زي عمرو السوليه، لو بدا عنده مميزات انه بيقدر يسدد بمنتهى القوه، استغله بالزبط. التكتلات الدفاعيه بتتضرب بحاجتين، كره عرضيه او تصويبات من خارج منطقه الجزاء، دي هي بقى المهارات. طيب هل انا هحتاج لاعب زي احمد عبد القادر مثلا عنده مهارات فرديه او بيرستاو؟ ممكن احتاجه، بس امتى؟ في وقت معين، مش هيكون الوداد بيلعب زون ومقفل جامد جدا وده هيعوز يرقص ويعدي لا مش هينفع، لا انا عايز واحد ساعتها زي بيب جوارديولا ما عمل مع جريليش. يعني احنا لو هنقارن، طبعا جريليش لاعب مهاري وسريع جدا، بس بيعمل ايه دلوقتي؟ بيباصي بس، كره بيجي بيسلم ويستلم وياخد بوزيشن كويس ويسلم لدبروينا، بيسلم لهالاند، بيباصي. وبالتالي بيب جوارديولا اصبح بيعتمد عليه بشكل كبير جدا على حساب لاعب زي فيل فودن اللي هو اكثر منه مهاره واكثر منه فايده او اضافه فنيه. المدير الفني دايما بيشوف هو محتاج ايه، عشان كده غير مكان حسين الشحات من جناح يمين الى جناح شمال، علشان خاطر عارف ان حسين الشحات هيقدر يفيده في الحته دي، انه يقدر يخش او يدخل داخل منطقه الجزاء ويسجل، وده اللي حسين بيعمله في الفتره الاخيره، واصبح افضل جناح في الدوري المصري دون منازع. طب بصوا، عشان احنا شويه هنطلع فاصل ولسه عندنا كمان اوروبيين عايزين نسالكم عن ميسي، يعني ده ملف 600 مليون 600 انا سمعنا وصلنا 600 دلوقتي والله العظيم. يعني عايزه بس اروح لنقطه سريعه، احنا بنشوف المباراه النهارده هيبقى فيها ترقب، هيبقى فيها محاولة دفاع مستميت من الطرفين، ولا الاتنين نازلين يحاولوا يخلصوا في الدقايق الأولى، وخصوصا هنا الوداد لأن هو بيلعب مش على أرضه، فهو عايز ينهي كمان زي ما الأهلي عايز ينهي بالمناسبة. أنا أتمنى الأهلي يجيب جون في أول ربع ساعة، جون في أول ربع ساعة، الماتش ده ممكن يتفتح شوية ونشوف النتيجة اللي كريم متوقعها 3-4. 3-4 قال لك حاجة زي كده. أنا لو 3-0 هبقى مرضي، 2-0 هبقى مرضي جدا كمان. طبعا لازم الجون بدري. وهيجي الجون ازاي؟ هاخد من كلام كريم برضك الريتم السريع، احنا مشكلة عندنا في مصر برضك ريتمنا بطيء جدا، صح، الدفاعات المتكتلة طول ما انت ريتمك بطيء انت مقري جدا بالنسبة لهم، الريتم لازم يبقى اسرع، شغل المدورة اللي كريم بيتكلم عليه لازم تبقى انت عارف ادوارك ايه، اللي تقطع امتى وترجع امتى وتباصي امتى وامتى تاخد قرار شوط، الحاجات دي تفرق جدا قدام فرقة كلنا عارفين انها متميزة دفاعيا، التصويب من بره زي ما كريم قال، العرضيات والكور الثابتة دي برضك سلاح من اهم الاسلحة اللي عند الاهلي، وخصوصا يعني هم مميزين فيها، يعني هم مميزين جدا في الكرات العرضيه، يعني ممكن يبقى سلاح مضاد ليه، مميزين جدا، يعني امين فرحان بيسجل منها وقابل عملوب بيسجل منها وسامبو بيسجل منها، يعني بالزبط. هم عندهم اطوال وعندهم قدرات كويسه جدا، هو هيلعب على دي بالظبط، فانت لازم تكون مامن وتستفيد منها طبعا كويس. والسكند بول هم متميزين في السكند بول، الكره الثانيه الاهلي لو سيطر على الكره الثانيه هيكتسح الوداد،
وده بنسبه قد ايه متوقع ان هو ممكن يكون؟ لا هو طريقه كولر بقى. طريقه كولر بتعتمد على ده، عشان كده بيفضل انه يرمي او يحط حمدي وديانج ومروان علشان مميزين جدا في قطع الكوره، وان هم بيسلموها بشكل سريع وبشكل سلس. يعني هو مش عايز كمان يسيب الكوره بالظبط، هو مش عايز يسيب. انا النهارده اتوقع ان وداد مش هيمسك الكوره بالمنظر اللي احنا متخيلين، يعني قصه غياب حتى هي عبد الله حيمود، يعني اللي احنا كنا بنتكلم فيها هو ده الشخص يعني اللي عنده، يعني انا شايف ان هو له كوره غاب. مع عشان كده انا كنت بقول ممكن يعتمد على ايمن الحسوني مش الجلال الدودي، لان هو ده الوحيد اللي يقدر يحرك الدنيا ويغير. زائد في نقطه مهمه جدا لازم النادي الاهلي ياخد باله منها، محمد اوناجم مش اللعيب الواو، ولكن عشوائيته ترعبك، يعني مش عارف هيجي لك منين. مؤمن زكريا وكهربا بالظبط، يعني هو لاعب عشوائي شويه ولكن مرعب، يعني في نفس الوقت ممكن يمثل لك خطوره، ياخد ضربه جزاء تلاقيه عدى بكوره كده مش متوقعه، تلاقيه في يا اخي دايما بزيشن. العشوائيه كمبدا بيشكل خطوره حتى في الخناقات. ايوه ما تعرفش الضربه جايه منين. والله العظيم دايما من قديم الازل العشوائي اكتر حد تخاف منه فعلا. انا يعني ربنا ايوه بالظبط ربنا يشفي لنا كابتن مؤمن زكريا. امين. كان دايما يقال عنه اللاعب العشوائي بس بشكل ايجابي. مؤمن كان بيقدر يخش في وسط الدفاعات المتكتله دي، كابتن سيد حمد بهجمه والثانيه والثالثه بلمه والثانيه والثالثه بيجيب جول. ربنا يمنك. كهربا كذلك الامر دلوقتي، مش قصدي عشوائي ان هي كلمه سيئه، لا بالعكس بالعكس بيقدر يخش في حتت صغيره جدا ويعرف مين يجيب منها جون. ودي بتعتمد على مهارات كتيره منها طبعا. السرعه والذكاء والدقه الصحيحه واستغلال الفرص، معرفتك انت واقف فين، وقدر على غلواشه المنافس انجاز التعبير. يعني حلو الوصف ده جدا، اللي هو انت بتبقى عامل حساب ان مثلا هتفرض رقابه من محمد عبد المنعم على سامبو مثلا، سيف الدين بهره هيلعب او زهير المترجي هيروح على الطرف الثاني هيرمي على محمد هاني بمساعده طبعا من يحيى عطيه الله، لاعب عظيم جدا جدا، باك شمال من افضل الظهراء الطرف في القاره الافريقيه، بدليل انه بيلعب اساسي في منتخب المغرب بالرغم من وجود بقيمه نصير مرزاوي بيلعب بايرن ميونخ، يعني لاعب من الوداد بيلعب على اساسي عليه. فطبعا يحيى جبران لاعب كبير جدا وعنده خبرات ولاعب دولي كذلك، عملوه خط جدا في الكرات. بس يحيى جبران كان عنده اصابه دلوقتي، هو جاي هو يعني بنسبه كبيره هيشارك يعني. تمام. طيب احنا هنروح بقى فاصل سريع وهنرجع عشان نتكلم فيما تبقى طبعا عن مباراه ان شاء الله الاهلي والوداد. كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي، انا واثقه كلنا واثقين ان احنا هنفرح باذن الله النهارده. وكمان ننتقل للشق الاساسي وميسي وماذا بعد يعني خلينا نشوف. فاصل ونرجع نكمل حديثنا، اكيد لسه مستمر مع ضيوفنا كريم فضل وطارق نور النقاد الرياضيين المخضرمين. وانا وكريم ما كنا بنتساءل قبل الفاصل ان خلاص فاضل برضو وقت قليل، حابين ان احنا نستكمل اكيد الوداد، لكن خلينا نروح سريعا على الملف العالمي، وملف بقالنا كتير بنرغي فيه ودايما مع هذا السيزون والميركاتو الصيفي والشتوي بيبقى فيه هذا الكلام. ميسي بقالنا تقريبا كذا شهر بنسمع هيرحل عن بي اس جي ولا هيكمل، طلع كتير من النقاد الرياضيين المخضرمين ايضا قال لك لا 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 هو مكمل مع بي اس جي، مفيش اوبشن تاني احسن. ولما جه عرض الهلال قال لك لا طبعا ده هيروح عرض الهلال عشان الفلوس والعرض يعني هيوج ضخم جدا، واللي وقتها كنا سامعين 450 يعني مليون يورو. احنا على فكره زاد في الفاصل عايز اقول لحضراتكم قعدنا نحسب ال 600 مليون يورو في الفاصل بالمصري كام، طلع كام بقى؟ 20 مليار 20 مليار جنيه مصري. والله انا لسه سرحان والله لسه سرحان في الرقم، مش عارف اتخطى. الشويه اللي فاضيين على نهايه الحلقه عايزين نركز فيهم في النبره على ميسي. انا مش عارف اتكلم يعني بعيدا بقى عن اي حاجه، احنا نركز في النبره على ميسي. ما دول بيخلصوا 20 مليار دول مش عارف يعني دول ممكن نحسبهم لو كل يوم دفعت كام على مدار ما تموت هيكملوا معاك. الله اكبر. يعني المهم ربنا يديله ويدينا معاه، احنا عايزين 600 جنيه بس. ف الناس قالت لك لا مع هذا العرض الضخم اكيد هو ممكن ان هو يفكر. ناس بقى ثالثه خالص، وده الكلام اللي كان فيه شويه عاطفه، نرجع برشلونه او ده اللي هو راغب فيه. بتشوفوا الملف ده ازاي؟ توقعاتكم الاقرب والانسب ليه ايه من خبرتكم؟ طبعا هو نفسه اكتر حاجه نفسه يعملها في حياته هو نفسه يرجع في المشوار كله في برشلونه، مش ماديا زي كريستيانو. لا مش قصه فلوس، ولا حتى كريستيانو كان رايح فلوس بردك، يعني الموضوع مش فلوس بس، فلوس مش هي دايما تتحكم. يعني ما بردك ما لقاش الحته اللي هو ينهي فيها، قال لك ماشي يبقى ناخد فلوس، وفي نفس الوقت بردك بعمل ملف للسعوديه. يعني رونالدو مش جاي عشان هدف الكوره فقط، ده ملف، على قد ما هو ملف السعوديه 2030 والمنظر ككل مش ككوره بس، يعني فلوس.
لا برضه يعني انا برضه في الاخر عشان المقابل المادي خلينا اتفق. خلي بالك احنا بنتكلم على كواليتي لعيبه، ما تهيأليش ان هم كانوا اصلا مركزين قوي في ان في دوريات في منطقه الخليج العربي اصلا. بس خلينا متفقين في حاجه برضك، الاثنين دول تحديدا رونالدو وميسي مش في حاجه فعليا للارقام. انا مش قصدي ان في حد بيكره الفلوس عشان بس ما حدش يبقى متفاهم كلامي غلط، بس الناس دي عندها مليارات الدولارات دول لو عاشوا. ومع كل ذلك ما منعهمش ان هم يتفاوضوا بمنتهى الشراسه في حال انتقالهم من والى اي مكان. ماشي البني ادم بقى ده يعني شغل، البحر ده بيحب الزياده ده شغل بيزنس. وبالظبط البحر بيحب الزياده. وخلي بالك ان برضه عندهم وكلاء وعندهم يعني بالزبط. عندهم حسبه برضه الايجنت والمانجر بتاعه العموله بتزيد كل ما القيمه بتاعت انتقاله بتزيد طبعا. لكن خلينا برضو نتكلم على ميسي بشكل. ميسي قدامه حل من ثلاثة اللي هم معروفين، الانتقال أو العودة لصفوف بلوغرانا برشلونة، يروح دوري سعودي، وأعتقد أن ده أمر بالفعل مطروح، والدوري الأمريكي أو الدوري الأمريكي يعني ما عندوش يعني أوبشن رابع بالظبط. ولكن في لاعبين اخرين يعني زي تيفيز زي ريكيلمي بيفضل ان هو مارادونا بيفضل انه يختم حياته في الدوري الارجنتيني مع الفريق اللي بدا فيه او فريق مقرب الى قلبه. يعني هل ميسي يعمل ده؟ ما اعتقدش. ميسي انا شايف انه اقرب للدوري السعودي يعني على ارض الواقع. برضو من فتره مش بعيده كان كريستيانو رونالدو كان ليه تصريح حتى اتقال وقتها ان هو تسرع بالتصريح ده، يعني ان هو ما كانش المفروض يقول حاجه زي كده، بس هو قال ان ابتداء من النسخه اللي جايه من الدوري السعودي، الدوري السعودي هيكون من اقوى خمس دوريات على مستوى العالم، وهيتم جلب 10 من اهم واتقل اسماء اللعيبه. اسم بنزيما بيتردد مع ميسي برضك كذلك الامر. يعني انت بتتكلم على اسامي ده الطب في العالم بالظبط. وانا كنت معاكم وقلت ده، وساعتها انتم دهشتوا لما اتكلمتوا على بنزيما على دي ماريا على بوسكيتش راموس، كل ده يعني من ضمن الملف اللي السعودية شغالة عليه انها تستقطب بالزبط. النجوم الكبيرة والعالمية وتزود وتحسن جودة المنتج بتاعها. بالتالي يعني خلاص يعني الدوري السعودي. انا كنت لسه قرأت تصريح لاحد اللاعبين السعوديين سوري العراقيين السابقين بيتكلم على مدافع سعد الناطق اللي بيلعب في أبها، وقد ايه بيتكلم بفخر عن لاعب عراقي بيلعب في اقوى دوري اسيوي. انت متخيل بقى لما الصحافه العراقيه او المسؤولين عن الميديا في سلطنه عمان ولا في البحرين ولا في تونس ان المدافع بتاعي قدر يوقف ميسي وقدر ان هو يلعب جيم عليه، قدر ان لاعب فريق ضمك او الوحده او القادسيه اللاعب الاردني سين او صاد فاز على النصر تحت قياده كريستيانو رونالدو. هي دي البروباجندا الاعلاميه السليمه. يعني السعوديه مليون تحيه على اللي هم بيعملوه ده. يعني في ناس بتنتقد وازاي ومش عارف شغل ايه، شغل دوله مش لا طبعا شغل النادي خالص. لا انا نفسي اشوف ده في الدوري المصري. لما وادي دجله تعاقد مع فلوران مالودا كنت فرحان جدا، ونفسي النادي الاهلي بقيمته الكبيره يجيب لاعبين عالميين. هو انهي الاظبط لما تبقي انت يعني بتربي ولادك النجوم يعني اللي هم المحليين وتصنعيهم بشكل يخليهم عالميين يعني. هم كمان ولا لمجرد ان انت عندك قدره شرائيه فتجلبي نجوم العالم؟ ما ده بقى سؤال حلو جدا الأوحى. وده ممكن اضيف عليه حاجه، هل مع استقطاب كل النجوم دول للدوري السعودي ده معناه ان هي نتيجه حتميه ان هو هيكون من اقوى الدوريات الموجوده، ولا مش شرط زي ما احنا شفنا بي اس جي بالنجوم الموجوده في فريق واحد مش في دوري واحد لم يكن بي اس جي الافضل اطلاقا غير في الدوري الفرنسي يعني لان ما كانش فيه منافس. فمعلش دي نقطه. ده شيء وده شيء يعني. طيب اشرح لنا بقى وجهه نظرك. انت هنا بتتكلمي على تخمه نجوم في فريق واحد، ففي ده بيعمل في الاخر زي حاله كده كان بيعمل ازمه ان انت هو المضمون ان ده تاخد راس المال في الكره. يعني دي النقطه اللي انا وكريم بنتكلم فيها. الموضوع فعلا يعني ما بقاش عشان متجمعين في فريق واحد فده بيطلع لهم، لكن لما متوزعين على فرق الدوري بالظبط هي نفسيه. يعني تعالى نتفرج على الدوري الانجليزي مثلا، الانجليز موجودين اللعيبه الانجليز موجودين، بس انت بتروح تجيب نجوم ثانيه. تعالى نتفرج على الدوري الانجليزي بقى ككوره في حته تانية. نفس القصه في السعوديه، لما انا اروح اجيب رونالدو هنا واجيب ميسي هنا واجيب بنزيما هنا واجيب مع دي ماريا هنا، كل الفرق دي بتقوى بالنجوم اللي عندها، بتقوي اللاعب المحلي بتاعك لما بيشوف رونالدو ازاي بيتعامل جوه اوضه اللبس. حد يعرف رونالدو بيتعامل ازاي جوه اوضه اللبس؟ محدش يعرف غير لما هيقعد معاه. هيعلمه ككوره، هيعلمه كحياه كرياضي، كل الحاجات دي هتفرق معاك ككوره للدوري بتاعك كله وللكوره بتاعتك. انا يعني زي ما كريم بيقول وقت رونالدو
لما كان معروض للبيع انا تمنيت وكان ليه فكر كده ليه الاهلي ما كانش يروح يستثمر ان انا اجيب رونالدو كاهلي يقدر كمساعده دوله تيجي تقول انا هروح اشتري رونالدو. كان عندنا كاس عالم الانديه بروباجندا رونالدو ان هو طول عمره يعني بيموت على البطولات وبيموت على الالقاب ليه ما كناش رحنا غامرنا ورحنا نفكر في القصه زي دي. هتفرق قد ايه مع النادي الاهلي كاسم ان انت جبت رونالدو؟ هيفرق مع قد ايه في الدوري المصري ان انت عندك واحد زي ده؟ بس برضه انت لو جبت رونالدو وجبت بنزيما وجبت ميسي وجبت نيمار وده نجم في مثلا في كذا فريق متوزعين، هل ده هيعلي من برضه الدوري يعني السعودي؟ يعني هل طب ما احنا شفنا تجربه كريستيانو. انا ليه بقول كده؟ انا مش بنتقد على قد ما عايز افهم. كريستيانو مع النصر ما حققش مثلا لقب الدوري، يعني فهمني هو مش نجم او حد هو اللي هيعمل ده عشان خاطر الفرق جمعية. عشان خاطر الفرق المنافسه عندها لاعبين مميزين وبكواليتي عاليه جدا. يعني حتى في النصر نفسه على فكره بالظبط، يعني الاتحاد بطل الدوري عنده ما شاء الله يعني ثنائي مصري قوي جدا، طارق حامد واحمد حجازي، عنده رومارينيو، عنده عبد الرزاق حمد الله، دول لعيبه نجوم ستار يعني مش قليلين. حتى اللاعبين السعوديين اللي موجودين سواء في الهلال في النصر في الشباب لعيبه كويسه جدا جدا، يعني في خوانكا في تاليسكا في هم اسيويا دوري قوي. انت بالزبط. انت لو يعني في فرق بتلاقي لاعبين من صربيا، لاعبين من رومانيا، لاعبين من فنزويلا، لعيبه دوليه وبتلعب بشكل قوي جدا مع منتخباتها موجوده في الدوري السعودي. الدوري السعودي لما وسع قاعده المحترفين اضافت للاعب المحلي. نقطه كمان مهمه جدا بخصوص كريستيانو رونالدو وميسي، الشغف ونسب المتابعه، هل يمكن مقارنتها في الدوري الاسباني في فتره ميسي ورونالدو زي الوقت الحالي؟ مستحيل. كلاسيكو مستحيل. الناس كلها كانت بتستنى اللقاء الكلاسيكو ما بين رونالدو وميسي عشان خاطر يشوف هيعملوا ايه ومين هيسجل ومين هيلعب ايه ومين هيعمل ايه. دلوقتي لا، مع كل احترام لبنزيما وبيدري وجافي واسينسو وفينيسيوس، كل اللعيبه دي لعيبه هايله وعظيمه جدا وهتيجي ومستقبلها هتبقى سوبر ستار وميجا ستار، ولكن ميسي ورونالدو كان لهم شغف كبير جدا. بيفكرنا لو تتذكروا الصراع اللي كان بين زين الدين زيدان ورونالدو، كانت الناس بتستنى فرنسا ضد البرازيل عشان خاطر تشوف الثنائي ده. لو حتى لو تتذكر في كاس العالم 2006 زيدان كان بيلعب فرنسا لوحده، كان بيعمل حاجات غير طبيعيه اللي هو يعني كان كائن فضائي نزل لعب الماتش ده وطلع تاني. فهو الصراع كده، يعني هو الصراع ده النجم الكبير الايمج بتاعه هو اللي بيضغى على بيجبرك انك تتابعه، بيجبر الرعاه ان هم تجري وراه وتلهس وراه تتعاقب. بص هي تجربه فريده وتجربه جديده وهنشوف فعلا الايام اللي جايه رغم كل التكهنات اذا كانت هتنجح ولا لا، بس اكيد احنا نتمنى ان هي تنجح في الاول وفي الاخر. يعني لو بنتكلم عن دوله عربيه فده لصالح الكره العربيه يعني، فنتمنى ذلك. على كل حال سريعا مش احنا خلصنا النهارده كام 2-0 ان شاء الله. 2-0 أربعة إن شاء الله. صفر؟ ماشي. أنا في النص. احنا نعزمه على حاجة. أنا ثلاثة. لو جت الأربعة. والبوس جاي وش وظهره زي العسل. أنا ثلاثة. نهاية زي العسل اللي أنا كنت عايز حاجة بس أخيرة أقولها. اتفضل. أنت ليه ما لبستش منديل أحمر عشان يبقى ماشي مع الفستان؟ ما لحقتش أعمل حساب. أنت عارف إن هي بتبقى أصلاً. أنا اتفاجئت بده. إحنا ما بنبقاش عارفين مين هيلبس إيه. لا هو طبعاً ما شاء الله يعني أنتوا بس مناديل كريم مميزة. لا بس كان هتبقى في ماتشز كده. عاملة شغل سيب كده. خلي بالك النهاردة. قلت قال لي جبت لك المنديل تاخد ده طيب ولا ايه؟ لا في حاجه بفضل الله كل ما اكون معاكم الاهلي بيكسب. يا رب دايما يا رب دايما معانا ومنورنا ويا رب دايما الاهلي كسبان. اشكركم جدا طارق وكريم، يعني قراءه فعلا ممتازه ولذيذه في نفس الوقت ومفيده. اشكركم جدا على متابعتنا. شكرا كريم، وان شاء الله باذن الله يا رب نيجي بكره ونقول صباح النصر ومتفقين ان هتكون مباراه رائعه سواء على المستوى الفني او النتيجه. نشوفكم بكره ان شاء الله. مع السلامه.